أهلا وسهلا بكم زملائي الأطباء الأعزاء، أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق الدائم. أنا الدكتور باسل طرزي، سوف أشرح عن الكوتشوكستاجلر اللي هو عبارة عن شرح مبسط للتخصصات الطبية السب سبيشاليتيز. راح يكون درسنا الأول عن مادة الأنستيزيا اللي هي مادة التختيل. أنستيزيا، ما هي الأنستيزيا؟ سنترال سيستمين أرلو ويرلو كارش أولان baskılanmış yanıtlar ile birlikte oluşan analjezik ve amnezi halidir. Yani anestezi bu من أجل تخدير الجهاز العصبي المركزي من أجل أنه المرضى ما يحسوا بنوع من الآلام وبنفس الوقت كمان يصير عندهم شو اسمه تخدير من الألم الموجود وبنفس الوقت أنه يصير عندهم نقص في اللي هو يعني ذاكرتهم ما تكون صاحية أثناء خوض العمل الجراحي. نبدأ أول شيء في الأصل كلاسيفيكاسيون اللي هي أمريكان سوسايتي أوف أنستولوجيست، هي هاي الصنف لما أو اللي هي الكلاسيفيكيشنز من أجل تقييم المريض قبل الخوض في عملية جراحية، تقييمه من أجل حصوله على الأنستيزيا. إذا كان الأصل رقمه واحد يعني الأسابير، إذا هذا معناه نورمال سيستميك بوزوكلو أول ما ينبي الغسل، هو المريض الطبيعي ما بيعاني من أي مرض أو ما بيعاني من أي سيستميك ديزيز. إذا كان عندنا الأسا 2 أو الأسا 2 جراحي جريشم ده جريكتنا ندني في باشكا بير هاستالي بالو حفيف بير سيستميك بوزوكلو أولان بير كيشي، يعني بيكون هذا المريض عنده سيستميك هاستاليك ولكن بيكون شيء بسيط، يعني ممكن يكون عنده ارتفاع في الضغط، ممكن يكون عنده سكري مثلا ولكن وضعه ستيبل مستقر. الأسا اتش أو الأسا 3 أكتيفيتي سينر ليان ancak güçsüz bırakmayan hastalığı. Yani المريض في عنده systematic disease عامل عنده شوية قصور في جسمه ولكن مش مأثر على جسمه بصورة كتير كبيرة، يعني مش سايب المريض في حالة يرثى لها أو بحالة إنه بده علاج مضاعف زيادة عن اللزوم. من اللامسة على ذلك زي الهايبوفوليميا، إذا واحد صار عنده جيتشرينش بين إنفاركتوس يدا يكسك شكر كبير. في عندنا الأسا دورت أو الأسا أربعة gücünün tamamen yitirmesine neden olan hayat tehlikesi taşıyan şok, dekompense kalp ve solunum yetmezliği. Yani اللي هو المريض اللي بيكون وضعه كريتيك، يعني المريض ممكن خوض العمليه الجراحيه يؤدي الى وفاته او يؤدي الى انه هو يدخل في نوع من الشوك او من يصير عنده مشكله كبيره في جسمه ما يقدر ان هو يعوضها. في عندنا الاسا 5 او الاسا 5 اللي هي عمليات اول صدى او المصدى 24 ساعتها فازه شامله بكلينيميان، اللي هو المريض الوضع بيكون الى حد ما كريتيك، حتى لو دخل في عمليه وما دخل في عمليه في خلال 24 ساعه احتماليه فقدانه للحياه او للموت احتمال جدا 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 كبير. الحاله السادسه اللي هو المريض الميت او اللي دخل في حاله مور سريري بينو لومولان هاستا، وممكن هذا يفيدنا في البي النقل او من خلال اللي هو تبرع في الاعضاء تبعته. هلا بالعاده بنحط جنب المرضى او جنب الاسا سكور اي اي او اي ندمك اشلام عاجل بالاشلام سي فيزيك درومو أركسنا إيه حرف يزلر، يعني إذا المريض بحاجة لآجل بالمداهنة أو آجل بالإشلام وإذا ما بحط وراء الحرف الإيه أو الإي. جل على أنستيزي، جل على أنستيزي إنديكاسيون لري معلومات عامة عن الجل أنستيزيا. حصلاً ياش ندني إلي إلتشم جوشلو geniş kapsamlı özellikle solunum kontrolü gerektiren cerrahi işlemler, mental bozukluğu varlığı, bölgesel anestezi yöntemi eski ve süre bakımından yetersiz olması, lokal anestezi karşı reaksiyon gelişiminin halinde gelen anestezi uygulanır. Yani المريض اللي بنعطيه احنا جلان انستيزيا ممكن يكون بسبب انه هو في عنده زياده في العمر او الولد صغير في العمر ما بيقدر ان هو يتحقن انه ما بنقدر احنا نعمل له تصوير او نعمل له تدكيك الا لازم نثبته من خلال التخدير. او اذا المريض في عنده مشكله في البرين انه هو مثلا مش قادر عنده منتال ريتارديشن، او اذا المريض اللي بده يقطع العمليه جراحيه طويله واحنا بدنا نقطع عنه اللي هو الالام الموجوده، بالاضافه طبعا اذا المريض بحاجه لعملية كبيره او اذا اللوكال انستيزيا تكبش انها لحالها ما بتكون متكفله للمريض، فهي كلها انديكيشنز للانستيزيا. هلا الانستيزيا في لها افريلار مراحل انستيزيا، في عندنا البرنجي افري وفي عندنا الاكينجي والاتشنجي وما الى ذلك. البرنجي انستيزيا افريسي انستيزيا انديكاسيوندان بلينج كايبينا كدار جيتشان دوناندر، اللي هو من حد ما احنا نبلش في الانستيزيا لحد ما المريض يفقد الوعي. Önce analjezik oluşur, bundan sonra amnezi meydana gelir. أول شيء المريض بفقد الآلام اللي عنده موجودة بتخدر يعني، بعدين بفقد الذاكرة أو بفقد اللي هو إيش البلينج تبعه. إكساسيون إيفريسي اكسيتاسيون، اكسيتاسيون evresi bilinç kaybından solunum düzenli hale gelmesine kadar süren evre olan kusma, nefes tutma, hıçkırma, taşikardi, aritmiler görülebilir.
Amnezi ve bilinç kaybı oluşun, solunum düzensizliği, cerebellumdaki inhibitör gölge nöronlar inhibe olur. Ele huwa el marhala اللي بتيجي ما بعد التخد اللي ما بعد انه المريض يبدا ينام وبصير عنده ايش اللي هو عبال ما ينتظم عنده اللي هو التنفس، او عبال ما المريض بعد ما المريض يتخدر وينام لما يصير في عنده انتظام في التنفس، في هاي المرحله الاكستاسيون. ممكن في خلال هاي المرحله المريض يعاني من تاشيكارديا، ممكن يعاني من اريتميا، ممكن يصير عنده شويه ايش مشكله في التنفس، او ممكن يصير عنده اللي هو هيتش كروب اللي هي الحزقه. جلالة ميستيزي إيفريسي اللي هي المرحلة الأخيرة، المسير المريض متخدر في حالة كلها طبيعية، بصير عنده السولونوم سيستم أو جهاز التنفس عنده طبيعي، والمريض نايم والوضع تبعه ستيبل، ويلا يا جراح ابدأ عمليتك وانهي. فجوز كوريسال حركة لرندك هايبول مصندان انتركوستا باراليزي باشلانجيتشنا قدر، يعني بصير عنده انتركوستا باراليزي، بصير عنده الجوز حركة لر بتكون خلاص بطلت. فبالتالي المريض بده يكون في خاضع للانتوبيشن ويكون نايم وبياخذ اكسجين من الخارج. بيجي عندنا بعدين الميدولار ديبريسيون افريسي. الميدولار ديبريسيون افريسي ديافراغما فالجندان كاردياك ارستي قدر سرعه، هذه حاله سيئه، يعني اذا الانستيزيا دخل في نوع من اللي هي التخدير الاوفر او الزياده عن اللزوم، ممكن المريض يصير عنده ريسبيراتور ديستريس، او يصير عنده ديافراغما دبير فالشور، وممكن هذا يؤدي انه المريض يتوجه يصير في موت، يعني لا سمح الله ممكن يصير عنده كارديك ارست، ممكن يصير عنده البوبيلر عنده دايليتيد توسع في حلقات العين، ممكن يصير عنده فازوموتر مركز بس هو مركزين ديبريس اولور، يعني يكون اخذ دوز كبير من الانستيزيا ادى انه ممكن يخش في نوع من الغيبوبه. نيجي عندنا على الاويغولوما يونان دانج الانستيزيا افريلر. ايش هي الاويغولوما او ايش هي الميثودز او الشغلات اللي احنا بنقدر نعملها للمريض في حاله الانستيزيا؟ كيف الانستيزيا بتتم؟ اول شيء في عندنا مرحله الاندوكسيون اللي هي الاندكشن، انه انت تعمل مدخل للانستيزيا للجسم، بالعاده ممكن تكون من خلال الوريد انترافينوس، ممكن تكون من خلال انهاليشن من خلال التنفس، او من خلال انتراموسكولار من خلال العضل، بس اكثر شيء من خلال الوريد ومن خلال التنفس. يجي عندنا الإدامة، إنه أنت أعطيته الأنستيزي بدك تكمل عنده في الإدامة تبعته، إندوكسيون دان سونا أنستيزين ديرين ليشتي بيستابل ليشتي دونام، لحد ما المريض يكون دخل له الأنستيزيا وارتاح عليها ونام فيها. بو دونام جراحي إشلام لارجع شكل شبدين، هذا الدونام اللي بيكون بيقدر الواحد يقود فيه عملية جراحية أو يعمل التدقيق أو الشيء اللي هو بده إياه. انستيزي اللي جراح اجتماع ويكون شكل ده سوردرولار، يعني بتوقف الانستيزيا بوقف الاندكشن او بوقف الادامه اللي هو الكونتينيوينج تبع الانستيزيا لحد ما العمل الجراحي يتم او يخلص. بعدين نيجي على مرحله الاستيقاظ اللي هي الاويانما. ويلا ان انستيزي اندكاسيون دان جيبي بليش دي شكل اولدو كريتيك بير دوناندر. على فكره تصحيه المريض او اللي هو افاقه المريض من الانستيزيا برضه مهم جدا، والكريتيك زيه زي التنويم المريض، وهذا بصير بعد ما المريض انه يستيقظ من النوم. هلا عمليات سونوس دونام جرولان سورونار، ليش مهم شغله اللي هي انك انت تصحي المريض، او ليش مهم انه انت المريض تصحيه بعد الانستيزيا؟ لانه ممكن الانستيزيا اذا انت تاخرت على المريض او نام لفتره طويله ممكن يصير عندنا بعض الكومبليكيشنز. فلما نحكي عن الكومبليكيشنز او اللي هي السورونار ممكن تصير نتيجه للتخدير الكامل للمريض. اول شيء بدنا اللي هي السولونوم للجلوسورونار، اللي هي مشاكل ممكن تصير في الجهاز التنفسي. ممكن يصير عندنا اوبستراكشن في الهافايور اوبستراكشن. ام باشتا جلان دينادي بلينش اتشيل مصر ما كدر حصل دينا جيبي اتشيل اتشيل مصر. اكثر سبب له انه المريض بكون بلع لسانه او لسانه دخل عنده على الجهاز التنفسي، وهذا من اكثر الشغلات الشائعه للاوبستراكشن تبع اللي هي الايش الانستيزيا للهافايور. ممكن يكون عندنا هايبو فنتيليشن بسبب انه المريض دخل في نوع من السبازم او عنده الانتركوستال كاستلر، صار في عنده نوع من الباراليزي، ممكن المريض يصير عنده الفوليوم تبعه او الفنتيليشن تبعه اللي هو التضخم تبع الاكسجين يكون كثير خف، فهذه من احدى المشاكل ممكن احنا نواجهها. الهايبوكسيا اللي هي نقص الاكسجين او نقص الترويه الاكسجين لجسم الانسان، واكثر سبب لها بسببها هو الهايبو فنتيليشن، او ممكن يكون بسبب الفنتيليشن والبرفيوجن بروبلم لار ويمسزوك، وممكن يكون نتيجه للبولمونار اودام او يكون عندنا مشكله في البولمونار سيستم. لما نيجي احنا نعرف عندنا الديفيوج هايبو هايبوكسيسي شو هي، انه المريض بدخل اكسجين وبدخل كل شيء، ولكن في عنده مشكله انه الالشفيرش او اللي هو التبادل الاكسجين داخل الالفيولار بيكون مش مناسب له، فالديفيوجن عنده بيكون قليل، وهذه من احدى الشغلات تبعتها هي اما تراكم الغازات السيئه زي الازوت او زي الكربون دايوكسيد، او ممكن يكون بسبب الايديما اللي صارت في منطقه الالفيولوس.
Ve azot protokesinin kesilmesinden sonra 1-2 dakika saf oksijen verilmesi bunu önleyebilir. Min ajil en nuhna nuqif hay el hale enu ma yisir ande el marid şu ismu hypoxia, bnaatilo oksijen bsura kteer kbira saf oksijen. Btlaqi enta fi ghurfa el amliyat fi andak oksijen btaatilo iya min khilal اللي هي زي زر بتكس عليه بيعطيله اكسجين صف، او ممكن تعمل له فنتيليشن زياده عن اللزوم عشان تمنع عنه الهايبوكسيا. الاتالكتيزي هي انسك راسلانر بوست اوبراتيف اكجيار كومبليكاسيون. هاي ممكن يجي عليها سؤال، انسك راسلانر بوست اوبراتيف كومبليكاسيون اتالكتيزي اللي هي نتيجه للالتهابات او اللي هي الاوبستراكشن او مشكله الالتهابات ممكن تصير في البرونكوس او الالام ممكن تصير في منطقه الاكجيار. من الحالات تبعونها بكون عند المريض اتش تاكيبنيا وتاشيكاردي، هاي من اكثر الحالات الموجوده عند المريض. كيف احنا ممكن نمنعها او نمنع حدوثها؟ من خلال الاركام موبيليزاسيون، حركه المريض، او ممكن نعمل له بوستورال دريناج، نخبطه على ظهره بحيث ان احنا نفعل له الجهاز التنفسي، وبالاضافه من خلال الانتيبيوتكس المضادات الحيويه اللي تمنع الالكتيزيا من انها تحدث عند المريض. اسبوراسيون بنومونسي، هاي من اكثر الشغلات اللي برضه شائعه. وهيبوكسينين ان اركان فيجوانلي بليرتيدر، يعني اكثر شغله بتسبب الاسبيريشن بنوموسي او المسببات هي الهايبوكسيا. وفي لها اسم اخر هي مندلسون سيندروم. اذا اجاكم مندلسون سيندروم كنت تعرفوا ايه معناها الاسبيريشن بنوموسي، اللي هي نتيجه انه تدخل عندنا بعض السوائل من الجهاز الهضمي وتنزل على اللي هو الجهاز التنفسي، فهذا بيؤدي عندنا لتاشيكارديا، تاكيبنيا، برونكوسبازم، ممكن يعمل عندنا ساينوزيس، ممكن يعمل عندنا هايبوتنشن، وممكن كمان يعمل عندنا كارديو فاسكولار كولابس. فبالتالي احنا هذا كيف ممكن نعمل التشخيص تبعها؟ من خلال الاكجيوغرافي، من خلال تصوير الاكجيوغرافي يبين عندنا دوزانسيز دانسيتي لها، بكون في عندنا بقع في اللي هي تصوير الجرافي تبعت المريض. كيف بنقدر احنا انه نمنع الاسبيريشن بتوبوسي؟ بنعطي للمريض مضادات حيويه لمنع الالتهابات، نعمل اكسجينيشن وفنتيليشن زياده عن اللزوم، بنفس الوقت كمان بنعطي له ايش؟ بعض اللي هي محفزات ايش؟ للتنفس الزياده عن اللزوم، اللي هو سولونوم ديستيكلر. الجراحي انفزام، جراحي انفزام شو معناها؟ معناها انه بصش لغاز فيردين زمان ضاع فيولارين اشر ديستانسيونوس ومش اولو، انه انت تعطي للمريض قوه دفع كبيره في الاكسجين او في الفنتيليشن بيؤدي انه الانفيول اللي عنده يصير فيها نوع من التضخم هوائي او يصير فيها بالونات هوائيه. وهي من اكثر الاسباب اللي ممكن يكون عنها هي الاكسجينيشن الزياده عن اللزوم، عشان هيك المريض لما يعمل اكسجينيشن لازم يكون بصوره يعني بصوره زي ما بيقولوا في رتم محدد ما يكون زياده عن اللزوم. بيجي عندنا البنوموتوراكس، شو البنوموتوراكس؟ البنوموتوراكس هي من اكثر الشغلات اللي هي ممكن تكون بسبب التراما او ممكن تكون بسبب انه جسم او شغلات دخلت على الاكليار فادت يصير عنده بنوموتوراكس، اللي هو تراكم الماء الهواء في منطقه البليفرا اللي هي المنطقه اللي خارج الاكليار فبتعمل على ضغط على الاكليار. البولمونار امبولي، بولمونار امبولي هي من اكثر الشغلات اللي ممكن انها تصيب المريض بالاخص اذا المرضى اللي بيعانوا من الامراض اللي لها علاقه في القلب او في تخثر الدوره الدمويه او اللي بيعانوا من الشغلات اللي فيها سبسس او اللي بيعانوا احيانا من الكارسينوما. زور في اوزون سوران اوبيراسيون، الاوبيراسيون او العمليات اللي بيكون المده تبعتها الزمنيه طويله ممكن يكون السبب تبعه للثرومبوزس، وبالعاده بيكون السبب يا من البلفس او من البجاك، يا من الرجل او من البلفس. بالعاده بتبين اكثر شيء بين اليوم الثاني او اليوم ال 14 من العمليه، واكثر سبب لها انه المريض بيعاني من الام كثيره في منطقه الصدر، بيكون في عنده الام في الصدر ونقص في ترويه الاكسجين، بصير عنده نقص في الساتوريشن، بتلاقي مثلا بينزل من 100 الاكسجين ل 95 للثمانينات بينزل، بكون في عنده كمان سيانوزس تاشيكارديا، وبكون في عنده البويون فانلارد بيديتيتاسيون وهايبوتنشن، ممكن يصير عنده هايبوتنشن. فانت من خلال الاكجيوغرافي ومن خلال السي تي انجيوغرافي بتقدر تعرف اذا في عنده امبولي او لا، والتداوي تبعها من خلال الانتيكولينرجيك الانتيكواجولان اللي هي زي الهيبارين الاسبرين البلافيكس، هاي الشغلات هي من الشغلات اللي ايش بتمنع حدوث التخثر في الدم، بالاضافه انه انت تعطي للمريض ممكن احيانا سيديشن او ممكن تعطي له اكسجين، تعطي له ديستيك سبورت في الاكسجين وانتي كواجيوليشن او انتي اجريجان. هذا امبولي هي من اكثر الحالات اللي ممكن تصير من داخل العمليه نتيجه انه يكون في دخل هواء على الدوره الدمويه، والهواء هذا ممكن يروح ويعمل اسكيميا في الدماغ، ممكن يعمل اسكيميا في النخاع في منطقه اللي هي الجهاز العصبي. بويون توراكس بيوز بالفيس فين لاندزيدلان اوبيراسيون لار قلب عمليات لري اوريتران كورتاج تنفيت دواء ماجيل هوانن
بريتون ديبيفلر بوشلوندا بسانية اورتيروس في توبلر للمسي. احنا من اجل الطاقه تبعه ممكن احنا نعطي هواء في منطقه البطن او في منطقه البيفرا، بنشوف انه في وجود للهواء في هاي المنطقه. كيف بكون التداوي تبعها؟ من خلال احنا نعطي للمريض اكسجين، بنفس الوقت كمان من منطقه اليسرى بنام المريض على منطقه اليسرى على اساس انه يزيد عنده الفوليوم على المنطقه اليسرى من الجسم على منطقه القلب. وبالاضافه انه احنا بنعمل الماسه تراندلنبرج بوزيسيون، يعني بخلي الماسه او راس المريض اذا هذا راسه وهي رجليه بخلي راسه نايم الى الاسفل، بحيث انه الدوره الدمويه تغذي على منطقه الدماغ وتمنع حدوث الهواء او انه الهواء يتراكم في هذه المنطقه. ممكن نعطي للمريض كاتتر، ومن خلال الكاتتر هذا نعطي له ايش؟ دم، ممكن نعطي له بلازما، وممكن كمان نعمل اسبريشن للهواء من خلال الكاتتر. بوست اوبيراتيف اتش، ايش هي الاسباب اللي ممكن تعمل بعد العمليات اتش او ارتفاع في درجه الحراره؟ اذا كانت في اليوم الاول، يعني اكثر سبب للحراره في اليوم الاول هي الاتلكتيزيا. ثالث يوم بكون السبب تبعها كاتتر انفكسيون، ثرومبو فيبليت او ادرار الانفكسيون اللي هي الكاتتر، سواء في خلال اللي هي القسطره الوريديه او من خلال القسطره البوليه. اليوم الخامس بالعاده بكون اليرا انفكسيون اللي هو التهاب الجروح، ولكن اذا التهاب الجرح صار في اول 48 ساعه بكون السبب تبعه هو الهيموليتيك ستريبتوكوكلر. اذا كان بين اليوم الرابع واليوم السابع او اليوم السابع فما اعلى من ذلك، فهو بكون بسبب الجرام نيجاتيف بكتيريا او بسبب الاستافيلوكوكلر. إذا اليوم السابع وما أعلى من ذلك ممكن يكون الانتر ابدومينال ابسس اللي هي الابسس في منطقة الجهاز الهضمي أو في منطقة البطن. إذا كان أكثر من 10 أيام أو 14 يوم، يمكن مش مكتوبة هالمعلومة، بكون مننجايتس إحدى الأسباب، وهي بتصير أكثر في العمليات اللي هي جراحة الدماغ والأعصاب، إحنا بنشوفها كثير. النورولوجيك سورونار، شو هي النورولوجيك سورونار اللي ممكن تصير نتيجة للتخدير؟ جيجيك مش تريلاما اللي هو المريض انه يتاخر في الاستيقاظ، واكثر سبب لها ممكن يكون السايد افكتس بعض العلاجات، او ممكن يكون الهايبوكسيا. الهايبوكسيا الاصابه اللي هي الجهاز العصبي، فبالتالي المريض بتلاقيه بيتاخر لانه يستيقظ من النوم، او الكونفولزيون. كونفولزيون هو كونفولجن، انه المريض يصير عنده نوبه او حاله من الصرع، نتيجه ممكن تكون للهايبوكسيا، للايديما اللي في الدماغ، ممكن يكون بسبب سيريبرو فاسكولار قليل هي من خلال جلطه دماغيه، ممكن يكون بسبب الحراره، ممكن يكون بسبب الهايبو او الهايبر جلايسيميا، ممكن يكون كمان بسبب الهايبوتنشن، او ممكن يكون بسبب الاكلامسيا. هاي كلها حالات ممكن تؤدي للكونفلجن او للابيليبسي للمريض. عمليات سونا منتال فانكشن بوزوكلوكلار، ايش ممكن يصير عند المريض بعد العمليه؟ بعض المنتال او الشغلات البوزوكلوكلار، المنتال بروبلمز ممكن تصير بالمريض. واحد ممكن يكون فاركندا اول ماما، انه هو بيكون مش عارف هو ايش بالضبط، ايش اللي عنده مشكله، بيكون عنده في الاورينتيشن مشكله، ممكن يكون عنده في الكوبريشن مشكله، انه هو تسال وين انت؟ يقول لك والله انا قاعد في البيت، والله انا قاعد مثلا في السياره، مع انه هو بيكون في المستشفى. نفس الوقت كمان ممكن يكون عنده البيت كينلك اللي هو المريض بيكون في حاله من الغياب عن الوعي، او في حاله عن الغياب عن الواقع اللي موجود حواليه. بالاضافه طبعا انه ممكن يكون عنده اكسايتيشن، ممكن يصير عنده هالوسينيشن، ممكن يصير عنده انكسايتي. ممكن المريض يكون في حاله من البانيك او الانكسايتي، او ممكن يكون في حاله من الهالوسينيشن، يصير يتراي له بعض الشغلات اللي هي الرؤى، او يتراي له بعض الاحلام، او بعض الشغلات اللي هي بتكون خارجه عن الطبيعه. بريفيريك ايش ممكن شغلات تصير كمان الجهاز اللي هو العصبي؟ بريفيريك سينير يارولار، ممكن يكون عنده بريفيريك سينير تراما، واكثر شيء بيصيب الاولنر نيرف اللي هي منطقه الاولنر. ثاني شيء بيصير عندنا البراكيا بلكسوس، وبالاضافه للالت اكستريمتي والاوست اكستريمتي زي الراديال والفيمورال شو اسمه نيرف. ايش بيجي عندنا كمان؟ ممكن يكون عندنا نتيجه للاسكيميا يصير عندنا بيرفيوجن بوزوكلوك، او يصير عندنا سباينال كورد هصارت، وهي هي نتيجه للهايبوتنشن. اذا انخفضت التنشن او اللي هو ضغط الدم زياده عن اللزوم، فبصير التغذيه لجهاز العظم العصبي قليله، فبالتالي بصير عند المريض اسكيميا، وبصير عنده سباينال كورد حصر او سبينال كورد حصر. سنترال انتي كور سيندروم، هاي من الشغلات اللي هي انه بصير عند المريض ايش؟ بلينش هالي نورمال سيريبرال كورتكس اسيتيل كولين الى سيريكلي او يرمسوسونوج كورونر. ساتر اتكيلي انتيكولينجيريك اتروبين امينيزين كونسنتراسيون ازام، النتيجه انه المريض لو اخذ شغلات اللي بتحتوي على اللي هي الانتيكور زي مثلا اتروبين او الهاي، ممكن تسبب عنده انمنيزي او فقد في الذاكره او فقد في التركيز، وممكن تعمل عنده اجيتيشن ديسارتي هالوسينيشن، كل هاي ممكن تعمل عندنا مشكله للمريض. فاحنا ممكن على اساس انه نمنع هاي الشغله انها تصير، بنعطي للمريض اللي هو فيزو ستيجمين، او ممكن نعطي له الساليسات، هاي من احدى الشغلات اللي هي بتعمل عندنا عمل مضاد للاسيتيل كولين او للاتروبين. جاستروسيستينال سورونار، ايش هي الشغلات اللي جاستروسيستينال ممكن يصير عند المريض؟
ريجوريشن، يصير عنده ارتجاع ويصير عنده ريفلو من الجهاز الهضمي يطلع عنده على الجهاز التنفسي مثلا، ممكن يصير عنده بولانت قصمى. هاي من الحالات الجدا جدا جدا منتشره. يعني ممكن يجيك على سؤال انسب جورلان بوستوب كومبليكاسيونال او بوستوب بروبلمنال، يكون عنده البولانت والقصمى اللي هي الغثيان والاستفراغ. بالعاده ممكن تستمر من 5 إلى 6 ساعات بعد العمليه، وهذا شيء الى حد ما ممكن يكون طبيعي، ولكن اذا زادت عن 6 ساعات من العمليه او عن 12 ساعه من العمليه، فممكن يكون المريض عنده بريتونيال اريتيشن، ممكن يكون عنده بايلورال ستينوزيس، ممكن يكون عنده ابدومينال ديستنشن، ممكن يكون في عنده بليدنج في منطقه اللي هي الجهاز الهضمي، ممكن يكون عنده انتستينال اوبستراكشن، ممكن يكون عنده كمان مشكله في المعده او جاسترايتس. Kafatra basıldığım eğilimi, ağrı, stres, genel durum bozukluğu ve narkotik boşaltma yavaşlatır. الشغلات اللي فيها ناركوزز، الكفا تراما، الدوم ايلمي اللي هي الالام اللي بتكون نتيجه للولاده، هاي كلها ممكن تخفف من نسبه اللي هو حركه الجهاز الهضمي، فبالتالي المريض ممكن يصير عنده قبض لك، ممكن يكون عند المريض قبض لك، وهذا شيء طبيعي يعني لانه نتيجه لنقص الحركه، فالمريض ممكن يعاني من امساك، فبالتالي انت بتعطي له بعض اللاكسيتيف او ممكن تعمل على الموبيلايزيشن تبعه او تخلي انه المريض يتحرك بصوره كبيره. ممكن تعطي للمريض بوتي فرون لار، ممكن تعطي له انتي هيستامين لار، ممكن تعطي له انتي كولينرجيك لار، ممكن تعطي له اندوستيرون. هاي كلها شغلات تخفف من البلاط والقسمة عند المريض. بوست اوبيراتيف فونكشن لار، ممكن يصير عند المريض زي ما حكينا قبض لك اللي هو الامساك. Genel anestezi sonrası mide boşalım 24 saat, ince bağırsak hareketleri 1-2 saat, kolon hareketi ise 48 saat sonra normale dönebilir. المعدة البوشالم تبعها استفراغ المعدة ممكن يكون بعد 24 ساعة. البرسك أو الانتستين إن هي ترجع لحركتها الطبيعية بدها من ساعة إلى ساعتين، بينما الكولون بده تقريبا 48 ساعة، بده يومين تقريبا من العملية، فبالتالي بعد الفترة بدنا المريض لازم يتحرك أكثر عشان ما يصير عنده اوبستراكشن في منطقة اللي هي الانتستين أو يصير عنده مشاكل في منطقة اللي هي الإيش البطن أو منطقة الجهاز الهضمي. نرجع على الكارديو فاسكولار سورونار. إيش الكارديو فاسكولار سورونار؟ انسك damar içinde kanülü ve iğne basısı uygulamadan çekilmesinden kaynaklanan hematom. Aktar sebep fil gastrointestinal fil kardiyovasküler sorunu لما تكون حاطط للمريض قسطره وريديه او قسطره في منطقه اللي هي الارتري ممكن يصير عنده هيماتوم في هاي المنطقه. هاي من اكثر كومبليكيشنز ممكن تصيبنا. ثاني اكثر كومبليكيشن ممكن يصيبنا للمريض ترومبوتيك كومبليكاسيون لار زي الديب فينوس ترومبوزز والبولمونار امبول، اللي هي من اكثر الكومبليكيشنز اللي ممكن تصيب المريض، وهي تحدثنا عنها قبل هيك. ممكن يصير عنده المريض كاردياك ارست لا سمح الله، ممكن يصير عنده ريتميك بوزوكلو، ممكن يكون عنده تاشي كاردي. التاشي كاردي ممكن يكون السبب تبعها نقص في الدوره الدمويه، ممكن يكون سببها نتيجه تبعها انيميا، ممكن يكون النتيجه تبعها اللي هو نزيف داخل العمليه، هاي كلها ممكن تعمل عندنا تاشي كاردي، وبالاضافه ممكن يكون اسباب اخرى زي الاجيتيشن او الاكستانسيون اللي بيصير في المريض. الهايبوثايروديزم والفيوكروموسايتوما ممكن كمان تعمل عندنا تاشي كاردي. البراديكارديا ممكن المريض ما يكون عنده تاشي كاردي، يكون عنده براديكارديا. السينوس براديكارديا او الفاجا ستيميلاسيون، اكثر سبب للبراديكارديا هو الاستيميوليشن للفاجال نيرف اللي هو موجود في منطقه الرقبه وبينزل الاسفل، لان الفاجال نيرف يعمل على تثبيت من حركه دقات القلب. او ممكن تكون بسبب السولونوميت مازلي بعض الانوكسيا بسبب اللي هي نقص او الهبوط في التنفس، بالاضافه للكارديو توكسيك الى شلار مايوكارديو ديبرسيون سونوجي ولوشترابيلر. ممكن يكون عندنا مايوكارديال انفاركشن. مايوكارديال انفاركشن للاسف في تقريبا 80% من المايوكارديا انفكشن اللي بتصيب المريض بالعاده بتكون في اليوم الثالث بعد العمليه، وبكون بصوره عامه ما بكون في عنده وجع في الصدر او ارسز اولى. ودون عند جريشان اني هيبوتنسيون، بكون عنده اني هيبوتنسيون صور قلب يتمزق باريتمي انفاركتوسو دشون درابيلز، ممكن احنا نفكر في هاي الاحتمالات انها تعمل عند المريض. بالاضافه للكاردياك ديسريتمرار اللي هي نتيجه للهايبوتنشن، الهايبوتنشن هو اكثر شيء ممكن يعملها. الكاردياك ديسريتمرار اللي هي عدم انتظام في دقات القلب، ممكن يكون براديكارديا، سينوس تاشيكارديا، سوبر فنتيكولار تاشيكارديا، نودال ريتم، ارتيريال في فنتيكولار بريماتور اتمنار اللي هي النبض الغير منتظم. زي ما حكينا الهايبوتنشن من اكثر الشغلات اللي ممكن تعملها، بالاضافه للهايبوفوليميا، للفازو دايليتر، تداوي الانالجيزينيا الكيسو اولابيلر، ممكن يكون بسبب البولمونار امبولي والبنيموتوراكس والفازوفاجال ريفلكس. الفازوفاجال ريفلكس كل هاي من المسببات تعمل عنا كاردياك ديس اريتمي. يجي عندنا الهايبرتنشن. الهايبرتنشن بالعاده ممكن يكون بسبب السيكلوبروبام انستيزي، انتراكرانيال ليزيونار، تير توكو سايتوزز والكربون دايوكسيد ريتنشن والبوزيشن دي شكلي اولاك. بقول هدول كلهم هذه الاسباب ممكن تعمل هايبرتنشن.
زي ما حكينا الامراض المصاحبه للمريض، او الانتركرانيال توكسيسيتي او الانتركرانيال ليزيون او التورتيكولوس، ممكن كلها تعمل، او الكربون ديوكسيد التنشن كلها ممكن تعمل عنا هايبر تنشن. الاسباب الاخرى ممكن تعمل عنا كومبليكيشن بعد الانستيزيا او بعد التخدير، التترمنت اللي هو المريض بيكون في حاله من الايش الرشفه، ممكن تكون بسبب اللي هي نقص في الحراره الهايبوترميا، او ممكن تكون بسبب اللي هو السبازم الموجود في العضلات. التداوي تبعها كيف احنا ممكن نداويها؟ من خلال علاجين، يا البيتيدين اللي هو المضاد للالام او الانالجيزيك، او من خلال الميبريدين. الميبريدين هاي رح نتحدث عنه كمان شوي. ممكن يكون عندنا اوفثالمولوجيك بروبلم، اكثر سبب بنشوفه احنا في الاوفثالمولوجيك او في المشاكل ممكن تصيب العين هي الابريج ابرازيون او الابراجين، بيكون في منطقه القرنيه نتيجه لتراما او نتيجه لخدش في البياض العين او في منطقه العين. الان نيجي عندنا على الجنال انستيزيكلار. شو هم الجنال انستيزيكلار؟ في انستيزيكلار اتكي ميكانيزمس، كيف ببين الجنال انستيزيا ايش هي الاتكيلار او ايش هي الافكس اللي بتمارسها على جسم الانسان، او كيف تشتغل على النيرونز. Nöron membranların lipid matrisinde değişkenlik yaparak iyon kanalları özellikle sodyum kanalı bloke ederler. Mümkün ve helalli bloke işte bak sodyum kanallar. Lan humma bil ada lipid lipidofilik. Lan humma bidobu fi lipid. Mümkün işte bu helal el GABA A reseptör. Min helal humma yzavdu el GABA A reseptör aktivite artırarak ve buna gelen genel anestezi oluyor. Aktar şey bişteğil ala el GABA A اكتيفيشن للمرضى هو من خلال انهاليشن او من الباربيتورات او البنزوديازيبين او الايتومو ايتوميدات او البروفوبول، هذول هم بيشتغلوا على الجابا اي. في عندنا الكيتامين النيتروت اوكسيد والسايكلوبوران والزينون، هذول بيشتغلوا عندنا على الجلوتامين. وفي عندنا بيشتغلوا على الان ام دي اي ريسبتور لرن انهبيتورك، بيعملوا انهبيشن للان ان ام دي اي، او بيعملوا عندنا انهبيشن للجلوتامات، ولكن بيعملوا عندنا اكتيفيشن للجابا اي ريسبتور، لانه الجابا بتعرفوا الجابا ريسبتورز هم من الشغلات المثبطه في النخاع الشوكي في الجهاز العصبي، او ممكن يعملوا عندنا بلوكج للقنال بلوك للقنال تشانلز. الجابا اي ريسبتور للاكتيفيتي اللي بيعملوا على الجابا اي اكتيفيتي هم الانهاليشنز زي الباربيتورات والبنزوديازيبين والايتومودات والبروفوبول. اللي بيشتغلوا عندنا على الجلوتامات هم زي الكيتامين والنيتروت اوكسيد والسايكلوبورون والزينون. كان anestezinin etkisini sonlandırılması. Kef ihna mümkün eşya el sonlandırma ve hiye el intiha min el genel anestezi min khilal el redistribution. Redistribution uygulanarak beyinden uzaklaştırmalar anestezik maddelerin etkilerini sonlandırmasını en önemli faktör. Ehem faktör huve redistribution. Huve tevazuha dahil el cisim ve ibtiadha an mantıkıt el nukha el şevki av mantıkıt el cihaz el asabi el merkezi. Fahada biaddil en el marid mümkün en huve yiğum av en el marid yethassan. الشغلات كمان اللي بتاثر على اللي هي الجنال انستيزي الاطلم والميتابوليزم، ميتابوليزم الجسم والاطلم اللي هو طرحها خارج الجسم. انترافينوس جنال انستيزلر كاراجيردان ميتابوليز ايدلر ووجودتان اطلر. اكثر شغلات الانترافينوس اللي هي الانرجيزيك او التخدير من خلال اللي هو الانترافينوس، اكثر سبب لها اكثر مكان بيعمل عنها معالجه او بيعمل عندها ميتابوليزم هو الكاراجير اللي هو الكبد. الهالوجين او الانهاليشن انستيزيكلار برضه من خلال كاراجيار او بيصير عندهم ميتابوليزم هناك. والاش ميتابوليزم اذا درجه لا توكسيسيتي درجه سنا arasında ilişkili vardır. Mitoksi, fluran ve halutan sırasında kanda en fazla çözünen ve bu nedenle en fazla metabolize eden genel anestezikler. Bırakta anesteziler ne hemen bidobu fi cisim av bisir andom el metabolizma fi karajiyar humma el halutan ve mitoksi fluran. Yani humma min khilal inhalation. وطبعا في عندنا الفلور كاتشر. الفلور كاتشر مهمه اللي هي الفلور سبيسنج، كل ما بزيد الفلور سبيسنج اكثر كل ما بزيد الانستيزيا اكثر، كل ما بخف كل ما بتخف الانستيزيا. في عندنا الهالوجنلار اللي هم من خلال التنفس اتر تورلاري اولان ميتوكسي فلوران ان فازا فلور اتشا تشيكماسنا ميدان اولان جنان انستيزيكلار. Haloten metabolizmasının sonucunu hepatotik trifluor, asetik asit ve brom oluşur. MP او الزينون او الايزوفلوران او الديزوفلوران او الزيفوفلوران هي كل شغلات اللي من الانهاليشن الفلور كاتشا تبعها بيكون طويل، فبالتالي الاكتيفيتي تبعتها بتكون طويله. انستيزي giriş hızını belirleyen parametreler، هذا مهم جدا جدا جدا.
شو هي البارامتر اللي هي ممكن تزيد عندنا من سرعة الأنستيزيا أو من سرعة التخدير عند المريض؟ أنستيزيا جيش شو زونا بين بارامتر كانداكي شو زون لوكلوك اللي هي مقدار سيولتها في الدم أو مقدار اللي هي كمية اللي هي دوب ذوبانها في الدم. مينيموم الفيولار كونسنتراسيون اللي هي الماك هاي مهمة ام اي كي. مينيمال الفيولار كونسنتراسيون اللي هي مقدار الكونسنتريشن موجود في الالفيولار اللي هي داخل الجهاز التنفسي. الفيولار كان اكم اللي هي كان اكم او البلاد فيوجن او الدوره الدمويه رايحه على الالفيولار. والسولونوم هزل اللي هي قديش مقدار اللي هو حركه التنفس. وبالاضافه للارتيريال فينوس كان ارسندكي بارسيال باسنج قديش الضغط اللي بين الفينوس وبين الارتريز الضغط اللي موجود بينهم. سولونوم هزي ne kadar fazla ise anesteziye giriş o kadar hızlı olur. قد ما بكون السولونوم هزي او اللي هي مقدار التنفس عالي كل ما بكون الانستيزيا اكثر اسرع. كل ما بتكون درجه ذوبانها في الدم اكثر كل ما بتكون الانستيزيا اكثر. كل ما بكون المينيمال الفيولار كونسنتريشن تبعها اوطى كل ما بتكون الاكتيفيتي تبعتها او سرعتها اعلى. وكل ما بكون البريشر اللي بين الارتري والفينوس بينه وبين بعض قديش بكون في فرق بينه قد ما بكون في ضغط لانه بكون الضغط اعلى وبكون بتم انه ايش بدخل عندنا الدم اكثر للمريض. ne kadar fazla olursa anestezi giriş o kadar hızlı olur. وبالاضافه للانستيزيك gaz karışımının yoğunluğu düşük density maddeler ile anestezi daha hızlı gelişir. قد ما بكون عندنا اللي هو الكونسنتريشن تبعه اعلى كل ما بكون عندنا كل ما بتكون الدنسي تبعت الانستيزيك ماده اقل كل ما بكون النسبه اللي هي ايش ان هي تدخل اعلى. بنيجي عندنا على المينيموم الفيولار كونسنتريشن هو المك insanların %50'sinde bir atmosfer basınçta ağrılık uyaran cevapsızlık oluşturan azı anestezik konsantrasyonudur. Bu değer genel anestezikleri potansiyeli verir. Potans değeri ne kadar küçükse o ilaç o kadar güçlüdür. Yani kulma bukun el mak avta, kulma bukun el güç tabiatı el ilaç a'la. Mak değerinin ne kadar düşükse o kadar ilaç o kadar güçlü olabilir. En güçlü genel anestezik, ha da sual, ha yuhon mevcut. Aktar madde av aktar madde genel anestezik bukun el mak tabaha vati ve bittay bukun nisbet el kuvve tabiatı fil takdir aliyye, hiyye el metoksifloran. Metoksifloran en güçlü genel anestezik ve mak değeri düşük olan en zayıf genel anestezik, aktar genel anestezik zayıf o nitro oxide, el N2O. Kantaki çözünürlükler kan gazı parsiyel katsayısı. Yani hakikaten Allah'a rahmet yani bu tafasil. Bir genel anestezik kanda ne kadar az çözülürse anesteziye giriş o kadar hızlı olur. Bunun tam tersi de geçerlidir. Sonra mümkün akun harbatat fil bidaya. كل ما بتكون نسبة اللي هي لتشوزنلوس اللي هي ذوبانه في الدم أقل كل ما بكون الأنستيزيك أكثر أعلى. ليش؟ لأنه بكون الأكتيفيتي تبعته أو المقدار اللي هو إنه هو يزيد عندنا من الأنستيزيك فاكتور أعلى بكثير. وكل ما بتكون نسبة الذوبان أعلى كل ما بتكون الأنستيزيك الجوتش تبعته أقل. Aynı kurallara anestezide uyanma aşamasında da geçerli. Yani bir genel anestezik kanda ne kadar çözünürse anesteziden çıkış o kadar hızlı. Ne kadar çok çözünürse anesteziden çıkış o kadar yavaştır. Bu bir idafa taban ennu binisbele el huve el normalidi um minin nom avul nüfi minin nom. Kulme bitkul nisbe devabano fiddem a'la. Bir genel anestezik kadar az çözünürse anesteziden çıkış o kadar hızlı. كل ما بتكون نسبة ذوبانه أعلى كل ما بيكون المريض نسبة إنه هو يقوم من الأنستيزيا أقل. كل ما بتكون نسبة ذوبانه أوطى كل ما بيكون هو يقوم من الأنستيزيا أعلى. زي ما أنتم شايفين هون في عنا الزنون في عنا الديسوفلوران وفي عنا الميتوكسوفلوران وفي عنا الإن بي ولادو. لاحظوا الميتوكسوفلوران قديش البارتشر تبعه عالي 12 وقديش الكام الماك تبعه واطي 0.16. طبعا مثلا عندكم الزنون قديش البارسيال تبعه واطي بس الماك تبعه عالي فبالتالي الزنون مقارنه في الميتوكسوفلوران بيكون اوطى منه. نيجي عندنا على الانهالاسيون او اللي هم الانستيزيك او اللي هم الماده المخدره بتيجي في الانهاليشن. في عندنا الهالوتان غاز الهالوتان. فازوكو ميميتيك اتكي اولان براديكارديا بار ممكن يعمل عندنا براديكارديا. بالاضافه ممكن يعمل عندنا انسب كومبليكاسيون يابابيليرسي اريتمي ممكن يعمل عندنا اريتميا وممكن يعمل عندنا هايبوتنشن وممكن يعمل لنا سولوم ديبرسيو ادار فيتيدا الفلوم ازالر في هز ارتر ان فازلا مالين هيبرتيرمي يابابيليشيك كان انستيزي الاشتر وهيبوتيرمي يابار
لاحظوا بخفف كل شيء عندنا، بخفف عندنا التنشن هايبو تنشن، وبيعمل عندنا هايبو او ثيرميا، وبيعمل عندنا كمان براديكارديا، وبيعمل عندنا اريتميا. ولكن في شغله مهمه، بيعمل عندنا مالignant هايبرثيرميا. رغم انه هو بيعمل هايبوثيرميا بس بيعمل عندنا مالignant هايبرثيرميا، وهذا سؤال جدا مهم، الهالوتان اكثر غاز بيعمل عندنا مالignant هايبرثيرميا. بالاضافه انه بيرفع عندنا الضغط اللي موجود في البين ومولك سيرفس، بيرفع عندنا الضغط الموجود في السائل النخاع الشوكي. هيباتيك رينال كان اكمل ازالتر، بخفف اللي هي الهيباتيك رينال الكان اكمل، بخفف عندنا من الجيومر فلتريشن ريت، بخفف من اللي هو الخاصيه تبعت اللي هي البوبريك. وبالاضافه انه هو يعتبر هيباتوتوكسيك، عشان هيك التوكسيسيتي تبعته عاليه، ولكن في الاطفال ما في عنده توكسيسيتي. فبالتالي هذا العلاج الهالوتان لا يستخدم في الناس اللي عندهم العمليات العلاقة علاقه في النخاع الشوكي او العمليات العلاقة علاقه في الجهاز العصبي، ولا يستخدم كمان في العمليات العلاقة علاقه في القدندوم اللي هي النسائيه والتوليد، وما له علاقه كمان لا يستخدم في اللي هي اليورولوجي او اللي هي الشغلات العلاقة علاقه في الجهاز البولي، ولكن مستخدم في الاطفال لانه ما في عنده توكسيسيتي على الاطفال. بيستخدم من اجل انه اذا الواحد بده يصور ام ار اي، بده يصور شغلات، بده يمنع حركه شخص او بده يخفف من الاجيتيشن لشخص، ممكن يستخدم غاز الهالوتان. بيجي عندنا الانفلوران وطالما كامباسنش بده شرور في كالبزينا ارتيريال، بخفف الكامباسنش ولكن بيزيد من الاوتبوت تبع القلب. برونكو دايلاتوريا بار دي هافا يولو ريفلكسي كورونر كونفازون اليمي ارتيريال تشين ابيليبتيك هاستالاكتا كولونر ماماكتير، لا يستخدم في الناس اللي عندهم ابيليبسي، بيزود عندنا من الدايليتيشن تبع الجهاز التنفسي، بيحسن عن التنفس وبيخفف من سرعة القلب، ولكن بيخفف كمان عفوا بيزيد من سرعة دقات القلب ولكن بيخفف من الضغط. الايزوفلوران هذا جدا مشهور، هو والميتوكسوفلوران هذول اكثر غازين مهمين. الايزوفلوران بيشلو فيزيولاتور اتكسي بلون مقتدر تاشيكارديا ولشترور، بيعمل لنا تاشيكارديا كورونر çalma fenomen meydana gelir ve buna bağlı hipotansiyon yapar. ممكن خفف عنا الضغط وممكن يزيد عنا الايش اللي هو البازو دايليتيشن. فبالتالي المرضى اللي بيكونوا عندهم ارتفاع في الضغط ممكن نعطيهم هذا الايزوفلوران، ما في اي مشكله. بالاضافه لذلك هو برونكو دايليتيشن يبار اريتموجينيك اتكسي يكتر بو يوزدان استم لهاستالار كونلابيلر، ما في عنده بازو برونكو دايليشن وما في عنده اريتموجيني، فبالتالي ممكن يستخدم في الرئتين وممكن يستخدم في الناس اللي عندهم اسما، ما في اي مشاكل عنده في الناس اللي عندهم مشاكل في التنفس. سيربرال اوكسجين توكاتمينيزن ازالتر كفا اتش باسنش ارتمادي اتش نوروشيرجي ترجيه دلر، يستخدم كثير في عمليات النوروشيرجي لعمليات جراحه الدماغ والاعصاب، لانه ما بيزود من نسبه الضغط داخل الدماغ. هيباتوتوكسيسيتيك بنفروتوكسيسيتيك بوتنسيال تشوك تشوك، ما بيعمل كثير نفروتوكسيسيتي وما بيعمل هيباتوتوكسيسيتي، فبالتالي هذا الازوفلوران من الادويه اللي مفضله او يفضل استخدامها. يجي عندنا الميتوكسيفلوران انجشلو جلال انستيزيك زي ما احنا حكينا لانه الماك داير تبعه تشوك. كاتيكولامي لارادويالك ارتماز نفروتوكسيسيتي، في عنده نفروتوكسيسيتي ولكن ما بياثر عندنا على الكاتيكولامين لار. Metabolizması sırasında açtığı çıkan flor nedeniyle diabetes insipidus ve akut böbrek toksisiti oluşturur. Böbrek karsinom, oksalat taşlarda yapar. Fakat herkese mümkün yapmalı anna nefrotoksisiti, mümkün doğru anna eliye böbrek. Bu ile dafa lezalik mümkün yapmalı anna eş diabetes insipidus. Fakatali la yufaddal nehu yusaktan fil morda lendum, muşkila fil böbrek. Bizi anna lisivofloran. كاراجار ده ان از ميتابوليز اولان انهالاسيون انستيزيدر، اكثر واحد في الكاراجار بكون في عندنا از انهاليشن له في الكاراجار. ميكاردو ده كاتيكولومين دويالي ارترماز، ما بيزود عندنا من الكاتيكولومين ارتس هذا، وبالتالي ما بيعمل عندنا تاشيكاردي، ما بيعمل تاشيكاردي. سولون ديبريسي ادار ببرونكو ديليتاسيون يبار، بخفف من السولون وبيعمل عندنا برانكو دايليتيشن للرئتين. Solunum yollarında iritasyon yapmadığı için de özellikle çocuklarda anestezik indikasyonu kullanılabilir. Sivofluran yusakta miktir fil atfal. Zeyu zeyil halutan. Velakin sivofluran yusakta miktir yuracah fil atfal. Ve mümkün yusakta fil mantal andum el fiyokromosaytoma. Ma fi ay maşakil. Bicu anna disfluran. Mevcut inhalasyon anesteziklerin içinde indikasyonu ve derleme süresi en hızlı olandır. Aktar anestezik inhalation. Bukun el itki tebaatu hızlı. Kfir sariyem. اللي هو الديسيفلوران. هذا يولاند إريتاسيون يبارك لرينجوسبازميا نيدان أولابيلر ويوزدان ماسكي إلي إندوكسيون أويغون ديلدر.
ممكن يعمل عنده لارينجوسبازم، فبالتالي لا يفضل ان ينحط في الماسك، يفضل ان ينحط من خلال تيوب. وضس الجاكلين ده غاز هالي ندر، بيكون هو بصوره عامه غاز حتى في درجه حراره الغرفه. Buhar basıncı çok yüksektir. Bu yüzden özel bir ısıtıcı ve basınçlı vaporatörlere verilir. Lahzo mümkün istekten fi şalat fiha buhar ve fiha irtifa fi derecet el harara. Bici anna el azot protoksit, el huva nitrous oxide, el N2O. Hada el hakin anna el mak tabu kutir ali, fe bittali huva zayıf, av mish kutir kawi. İyi bir analjizik, ancak zayıf bir anestezik maddedir. بخفف من الآلام، ولكن ما بيزيد عندنا من نسبة اللي هو الارتفاع أو من نسبة الأنستيزيك اللي موجودة في جسم الإنسان. الأزوت النيتريت أوكسيد كراجادا بابريك أوزيلين ده توكسيك إتكان يكتر بيلدرجي إتكيسي بار ممكن يضحك المريض أو هذا مالين هيبر تيرمي أولوش تورماز ميقار ديادا دوز باملو ديريك ديبريسيف إتكي أنجاك بو سيمتوماتيك ستيمولاسيو إتكيسي دنجيليدر. Zoom sayısı artıran takipni ve vital tidal volumu düşürür. Mümkün olan takipni ve lehova teneffüs. Solunum sayısı artar. Solunum ve kardiyovasküler sistem üzerinden belirgin depresyon oluşturmaz. Merve depresyon lehova teneffüs. Kas gevşetici etkisi yoktur. Mabi amel paralizizler. Bu aktar şey muhafif lel alam ve leysa enno muhaddir yani. Ve bittali ma bihafif min kuvvetel adalat. Kas gevşetici etkisi yok. Doğumda oturuz relaksasyon yapmayacağı için güvenli kullanılabilir. Metoksifloranda kullanılabilir. Lahzo hada mutlu istekden fi doğum. Mutlu istekden fi esna el hamil. Fi esna el vilade yani. Antikonvalsant etkisi gösterir. Mümkün yamil anna antikonvalsant etkisi. Yani bir hafif min el epilepsi yani. Terebra kan akımı ve sebra kan volumu artırarak intrakraniyel basınç hafif artma yapar. Mümkün izabud min el intrakraniyel pressure. Anestezi sırasında seksüel içerikli rüyalar görebilir. Mümkün marid ısırandı seksüel rüyalar. Metomoglobinemiye yapar. Hadi muhim cidden cidden cidden. Metomoglobinemiye yapar. Vitamin B12 bağımlı enzimler inhibe eder ve kemik iliği depresyon oluşturabilir. Ve tetrajenik bir gaz. Yani mümkün yamalarına tetrajenisiti. Mümkün yamalarına eş. Yıxaf yamal kemik iliği. El huva el bone marrow depression. Ayılma sırasında difüzyon hipoksisi meydana gelebilir. Vücutta gaz içeren bölümlerde bir birikim eğilmedir ve bölüm genişlemesi oluşturabilir. Pneumotoraks hastalarda kullanılmamaktadır. La yustakdan fi el pneumonik hastalar. Normal marda la dun pneumonia ve pneumotoraks. La yufadar yustakdan fi hom el huva el periyod oksidaz. Demki kullandığında el huva el periyod oksidaz. Difüzyon hipoksi denilen bir durum oluşabilir. Muhtemelen marit. Projen hipoksisi. Bu ilaçın tüm vücut boşluklarına hızlı bir şekilde geçtiği için aynı şekilde aviyolar boşluğuna ve hızlı bir şekilde geçen aviyolar havasında aşırı artan nitrot peroksit yüzünden aviyolar havasında oksijen yer kalmaz. Bu da hipotoksisi yapar. بدخل زي الغاز بيعبي كل شيء في الرئتين فبيبطل في وسع للاكسجين فبصير عند المريض هايبوتوكسيسيتي اي عفوا هايبو هايبوكسي اللي هو نقص في الاكسجين. نيجي عندنا على الانترافينوس انستيزيكلر اللي هي بتنعطى من خلال الوريد. اندوكسيون يابماك اتشين كولانيلر انجاك جراحي انستيزي ادامسي اتشين دي اوي كولانيلر. Lipofilitesi çok yüksek olduğu için beyne çok hızlı girerler ve beyinde redistribüsyon uzaklaştırırlar. بسبب ان هم ليبوفيليك وبيدوبوا في الدم او ممكن ينتقلوا من خلال الدم فيستخدموا كثير في الشغلات العلاقه في جراحه الدماغ او جراحه الاعصاب. اول شيء عندنا الكيتامين هذا من اهمه. انترافينوس انتراموسكولار اورال بريكتال ويجولانابير انترافينوس انتراموسكولار في الريكتال ومن خلال الاورال ممكن تعطي للمريض الكيتامين. Karaciğerde belirgin enzim inhibasyonu yapar. Bu nedenle kısa aralıkla ve çok sayıda uygulanırsa tolerans gelişebilir. بسبب انه الميتابوليزم تبعته في الكراجير فممكن يعمل عند المرضى توليرنس ممكن المريض بعد فتره يتعود عليه فبدك تضطر تزيد له الجرعه اكثر. ان ام دي اي ريسبتور بلوكودور نون كومبيتيتيف لوكاجيفر بيشتغل من خلال ان ام دي ريسبتورز بيمكن اكمي ميتابوليزم هزه اكسجين تكتمي وبوس باسنشي ارتر بيزيد من البوس باسنش فبالتالي ممكن يعمل عندنا ممكن يعمل عندنا هيموريج او ممكن يعمل عندنا نزيف داخل الدماغ فبالتالي لا يفضل استخدامه في الجراحات لها علاقه في الدماغ. بولانت قسمة يقمز ما بيعطي عند المريض لا بولانت ولا قسمة. ديسوسياتيف انستيزي يرطر يعني بيعمل عندنا شيء بيسموه ديسوسياتيف انستيزي.
Katatoniya benzer bilingin bilinç kaybı olmaksızın analizi ve amnezi duruma oluşumdur ve hasta uyanık gibi görünüyor. Mümkün marid tefekkür en huwa sahi ve lakin marid bukun nayim. En huwa zey katatoniya bi amal marid. Fashan hik bemen en hal bsamuha el dissociative anesthesia. En huwa marid sahi ve lakin huwa bil asas mish sahi. Yani ayunu fatha ممكن تشوفه انه بتطلع عليك ولكن المريض بيكون ما بيحكي معك او مش فاهم او مش متذكر شو اللي بصير معه. Göz içi basınç artışı ve nistagmus yapar. Bizavud ıltıgı dâhili l'ayn. ضغط داخل الدماغ وضغط داخل العين وضغط في السائل الدماغي السيرو باسكولار شو اسمه فلويد كابازنج ve kardiyak output'u artırır. Şoktaki hasta da iyi bir seçenektir. كثير مفيد للمرضى اللي عندهم شوك. ليش؟ لأنه بخفف من اللي هو بيزيد من الاوتبوت تبع القلب، بيزيد من اللي هي نسبة اللي هي الضغط تبع القلب. Myokardiyal oksijen tüketimini artırında için myokardiyal enfarktüsü kullanılmamaktadır. Lev istakhdam fil marda lan hum myokardiyal enfarction. Bronkodilatasyon yapar ve solunum üzerine belirgin depresyon oluşturmaz. Ne bi'amil anna solunum depresyon, bi'amil anna ala tevassu'ul alveolar. Dış salgı bezleri arttığı için antikolinerjik beraber kullanılmalıdır. Mood ve hafıza bozukluğu görülebilir. Mutlaka tağyir fil mood fil hafıza fil zakira. Alerjizik etkisi var. Fi ando kemer bi hafif min el alam. Minor operasyonlarda tek başına kullanılabilir. Fil minor operasyon man ustakdem lehalo. Şok, genel durum bozukluğu ve yaşlılıkla gibi kan basınçı idamesi zor olan durumlarda kullanılabilir. Mümkün ustakdem fi haleti şok, mümkün ustakdem fi haleti hiyye nasıl likbar fil umur. Açık kalp cerrahisinde kullanılır. Ustakdem fi ameliyatı kalbi meftuh. Küçük çocuklarda anestezi indüksiyon sağlamak amacıyla kullanılabilir. Mümkün ustakdem fil atfal. زي الهالوتان زي السيفو فلوران. نيجي عندنا على البروفوبول، البروفوبول هذا حبيبنا احنا جراحين الدماغ والاعصاب. بيشتغل من خلال الجابا ايش؟ ريسبتورز او الجابا يون، فبالتالي هو انهبيشن. يمرتا الرجسي اولان هاسلاردا كولون الممالدر. شو لازم يستخدم عند الناس عندهم يمرتا الرجسي؟ انالجيزيك اتكسي ضعيف، ما بخفف الالام ولكن بخفف عنا من البلج او هو بيعمل عنا تخدير اكثر. Kardiyovasküler sistem depresi eder ve doz bağımlı hipotansiyon yapar. Bihafif mundakt eddem. Bermen anna hypotension. Lanu bi'amil depression al kardiyovasküler sistem. Tehle al malide mandur tifa'a fiddağıt. Mümkün hne khafif mundakt me khilal li profobol. Laryngel refleksleri baskılır. Mümkün hne yamil anna laryngel spazm. Fabittele lazım yustakdem. Huwa fi hal ila al marda li andum laryngel spazm. Ve andum muşkila fil tenafus. Lazım nkun ihna mintebihin lahan al mawdu'. Antiemetik etkisi var. Bihafif min al istifrağ. Post operatif bulantı kusma yapmadığı için ve mental durumu bırakını iyi kurur. Ayakta cerrahi müdahale iyi tercih edilir. Mümkün yatal al mariyet اللي هو داخل دايركت على العمليه من غير ما انه ايش ممكن تعمل تعطيه بروفو تعمل له عمليه على السريع ما في اي مشكله. بلاسنتايا geçmez gebelerde güvenlik olur. ممكن يستخدم في الحوامل من غير اي مشاكل لانه ما بيدخل من خلال البلاسنتا. سيريبرال كان اكمي ميتابوليزمسını ve intracranial basınçı azaltır. بخفف الضغط داخل الدماغ عشان هيك يفضل استخدامه في جراحة الدماغ والأعصاب. دوز اتشي بصنش تشيره بخفف من الضغط اللي داخل العين. لاحظوا هذا الطابلو هذا كتير مهم. كفا اتشي بصنش ارترانلار كفا في جوز اتشي بصنش ازالترانلار. شو اللي بيزيد من الضغط داخل الدماغ وداخل العين؟ الكيتامين، الازوت، الهالوتان، الانوفلوران والميكسوفلوران. ايش اللي بخفف من الضغط اللي في الدماغ او في العين؟ اللي هو البروفوبول او التيوبنتال او الايتوميدات. هذول رح نحكي عنهم هلا. الايتوميدات، الايتوميدات كورونر هيموديناميسي اي كورور بيحفظ عنا الهيموديناميسي تبعت الكورونر. سيربرال كام اكمي ازالتر بخفف من السيربرال كام اكمي وبالتالي انتركلاين بسنش تشرر بخفف من ضغط الدماغ. ادرينال ستيروز انستيزا ازالتر 11 بي هيدروكسي انزيم انهبي ادر ادرينو كورتيكال يتمازلي كولون المقتدر لا يستخدم في الناس اللي عندهم ادرينال يتمازلي. بروفيريا دا كولونر سكنجلدر لا يستخدم في المرضى عندهم بروفيريا. مايوكلينيك استفسس حركات سبب ولا ممكن نعمل لنا حركات مايوتونيك يعمل لنا نوع من الابيليبسي. الميدازولام قصة اتكيلي ببنزوديازيبين هذا يستخدم للمرضى اللي ممكن عندهم نوبات او صرع. انالجيزيك بيتكسو يكتر ما بخفف الالم. الاشكين في تشوجوك لاند بريميديكاسيون ده سكولاندر يستخدم كثير في الاطفال. انتيرو جريد امنيزي يابار اتكسو بار بيعمل ان هو على فقدان الذاكره. اكستاسيون واجريجاسيون بتشمين ده paradoksal disinhibitor reaksiyon neden olabilir? Bu kelimelerden paradoksal inhibition. Biz onda eltiopintenal, eltiopintenal من اهم شيء هو شدته بالرينجوسبازم ve solunum depresyonu yaptığı için solunum problemi olan kişilerde kullanılmaktadır.
Yani kullanım malıdır. الناس اللي عندهم سولو نوف ديبريشن مش لازم نستخدم عندهم، او اذا استخدم لازم احنا نكون منتبهين عليهم، لانه التيوبينتال ممكن يعمل عندهم ديبريشن في اللي هي التنفس. Damar dışında verildiği şiddet doku, nekroz ve ağrı meydana getirir. Analjezik etkisi yoktur. Hatta hiperalerjisi yapar. Mümkün zidran el alam. Ma bi hafif el alam. Mümkün yamil anna endotelial hasar. Profili hastalarda la yusfada anna yustakhtan. Mümkün yamil andum alerji. Mümkün yamil andum eş. Kontraindikasyon la dolan el marda. Fi anna el diso mitomidin. Diso mitomidin. Hada bardu yustakhtan kthir fi el cihaz el asabi. الفا ايكي ادرينرجيك ريسبتور للرياكتيف ادريك سيداسين اتكيسي جوستريل السيداسيون طبعا من خلال الفا 2 ادرينرجيك ريسبتورلار يوم بقم يونيتيلار دي سيداسيون في انكسيولايزز اماجي لي سيك كولونر يستخدم كثير في اليوم بقم انالجيزيك اتكيسي دار ممكن كمان يخفف الالام عندنا في المرضى. في عندنا الاوبويدلار، هذول مشهورين الاوبويدلار. الاوبويدلار انستيزي اندوكسيون بادامس اتشين فنتانيل زي الفنتانيل السولفنتانيل والالفا فنتانيل والريمي فنتانيل. Bu ilaçlar çizgide kaslarda rigidite oluşturur. Özellikle fentanil, sifenil, yani mukiyamir olan rigidite fil kas. Cerrahi sırasında analjeziye sağlamak amacıyla kullanılır. Üstakta muktir fil cerraha. Bi'amlu anna ala tahfif el anksayeti vel ağrı vel sulunum illi min hilal tahfifum la illi huva central nervous system. Histamin salgını neden olurlar. Mukin yamlu anna farizler histamin. Fethel mukin yamlu anna nu'a min el alerji yani. Broku konstrüksiyon yapar. بالاخص اذا المريض بيستخدم مورفين او ميبريدين من اللي عم نحكي لار تبعهم بيعملوا لنا سولوم ديبرسيون بخففوا لنا السولونوم اللي هو سولوم ديبرسيون بيعملوا لنا هايبوتنشن وبراديكارديا. ميبريدين انستيزي سونا تترمي ازالتر بخفف التترمي. جوشلو انالجيزيك يابانلار انالجيزي يابميانلار شو هم اللي بخففوا الالم شو هم ما بخففوا الالم. اللي بخففوا الالم الازوت بيروكسيداز والكيتامين. اللي ما بخففوا الالم البروفوبول والايتو ميدات. النورولبتيك انالجيزلر زي الناركوتيك اللي هم الناركوتيك بير الاج زي الفنتانيل نورولبتيك بير الاجن دي هيدرو بنزو دي ار بي الدرو بيريدال والهالو بيريدال اي في يولدان كومبين olarak verilmesini yapan analjezikler. Nörolептик anestezik, nörolептик anestezi kombinasyon nitrik oksit etkinler oluşturur. Bu kombinasyonlar dopamin reseptör bloku oldu. Parkinson'u hastalarda kullanılır. Kontraindikasyon. Kontraindikasyon film orada random Parkinson. Dengeli anestezi nahtı nitroksayt bazen atıyorum narkotik fentanil mümkün atıyorum tiopental nöromasküler bloker kombinasyonu. Hadi eğer jaki sual şu huva dengeli av şu huva el muadil lel anestezi av anestezi tabiiyye min nitroksayt narkotik fentanil tiopental nöromasküler bloker kombinasyonu. Genel anestezinin aşamaların nöromasküler blok ve kas gevşeticiler. Şu maşallah sahne nistihdimhum la müsaade fil genel anestezikler. Fi anna hum el kas gevşeticiler. Min khilal santral kas gevşeticiler. Min lamsi alayhum huma el benzodiazepam ve el baklofen ve el botulinium toksin. El benzodiazepam zey amsil alayhum en huva el diazam ve el klorindiazepiksid. هذول هم مونو وبولي سينابتيك ريفلكس لاب انهيباسيون يبار فبخففوا من اللي هي الضغط تبع العضلات اللي هم مايو ريلاكسات. يعني الباكلوفان طبعا يستخدم هذا لتخفيف السباسيسيتي، يستخدم في السيريبرال بالسي كثير، يستخدم في المرضى اللي عندهم سباسيسيتي زياده عن اللزوم. ممكن يستخدم في النورولوجيك هاستلرز اللي عندهم مالتيبل سكلروزز او في عندهم ليجن في النخاع الشوكي. والشغل بيكون من خلال بي سينابتيك جابا بي ريسبتور اكتيف ادالر. البوتولينيوم توكسيك اللي هو زي شو اسمه زي البوتوكس اللي هو من خلال الفوكال ديستونيلر سبازماتيك تورتيكولوس كي بيتدابيلر ايرجا بليرا فورسبا وشاشكنلي دوزاتمك için انالفيسول تدابسين ده لوكال olarak كولر يستخدم ممكن في حوالين العينين عموما منطقه الريكتال من خلال انالفيشور. الاتكيسي تبعته من 2 الى 6 اشهر. يجي عندنا التزانيدين، التزانيدين بيشتغل من خلال الفا 2 ريسبتور اكتيفيتي اكتيفيشن وبرضه هذا يستخدم في علاج السباستيسيتي زي المرضى اللي عندهم اي ال اس او المرضى اللي عندهم مالتيبل سكليروزز. بيجي عندنا السايكلو بنزافيرين اكوت تروم لاند ترجي هيدلر في الشغلات اللي هي الاكوت اذا واحد عنده قسمه زياده عن اللزوم ممكن تعطي له سايكلو بنزافيرين.
وفي عندنا الميتا كاربابوميل، هذا من اكثر الانتيدوت اللي يستخدم لتصحيه المريض. كاس سكيلت كاينكلي تشيزلي كاس بازملرد كولونيلر يورجيك بزوكروكلارا بالو ورانكي لشانس باستيلادي كولونيلماز، ما بيستخدم للشغلات العلاقه في النخاع الشوكي، مش زي اللي هو الايش الليروسال، او مش زي اللي هو الباكلوفان. يجي عندنا كمان اللي هو الكلورو كازازون كاس سكيل كاينكليت شيزي كاس عزيزي كومبيني ايديلان فيليلين، هذا مش كثير مهم. في عندنا التيكو لشو سايت، اللي هم هذول من ممكن نعطيهم احنا اورال، اللي هم مخففين للضغط اللي في الاعصاب او مخففين لالام العضلات، بيستخدم من خلال الجابا اي ريسبتور اكتيفيتي ارتالر والجابا اي ريسبتور انتاجونست في كوروسيتان بيجي لشان انتاجونست ولاد سيكليك يابتي كونفرجن او نيرلر، ممكن يخففوا عنا من الكونفرجن ومن الشد الموجود في العضلات. نيروماسكولار بلوكلر الان ام بي، اللي هم اللي بيعملوا لنا على البلوكج للنيروماسكولار. سيميركاس اليتيم اسيتيل كولين يابونو ve salgın veya reseptörlerde etkisini engelleyerek bloke edebilirler. Bu ilaçlar sadece nöromusküler kavşaklardaki nikotin reseptörleri bloke ederler. Bermlo blokajla nikotin reseptörs. وهم من اكثر الشغلات اللي استخدموا لعلاج المايسينيا جرافيس والهايبوكاليميا والهايبونايتريميا والهايبوكالسيميا والهايبرماجنيزيميا والليثيوم والهايبوثيرمي والاسيدوز والبرو واللي هم يستخدموا من اجل علاج هاي الامراض فيكم تقروهم هذول كلهم. البولاريزاسيون بلوك في عندنا بيعملوا عن خلال اللي هي البلوكج للديبولاريزيشن تبع العضلات. بوتي بلوكتان انزودبريسيون بالي فاسيكولاسيون اولور. Antikolin esterazlarda antagonist edilmezler. Asetilkolin, izofluran, inofluran, alkaloz, hipotermia, magnezyum. Hadol muhammam ve şeklatı bir anlarına blokajlar depolarizasyon. Fiyanlar hyperpotasemia ve bradikardia. Hadol minit disadvantages la el depolarizasyon blok. Bir anlarına hyperpotasemia ve bradikardia. Fiyanlar succinylcholin. Succinylcholin yüksek dozda non depolarize blok belirtisi verir. Bu hemen bir anda non depolarize ki blokaj. Vagastimülasyon yapar. O biter bir anda bradikardiya. Serum potasyumu yükselir. Mukezid anda nisbeti potasyum. Göz içi basınç artırır. Kas gevşetici yapar. Hafif min el kas gevşetici yapar. Min el bir anda tahfif la kuvvet el adalat. Psitikolin stres tarafından yıkılır. بيتم استهلاكه من خلال البلازما او من خلال كاراجير من خلال هو انزيم البسيدوكولين استريز. بسيدوكولين استريز جينيتيك بوزوكلوندا اوزاميش اقني مالين هيبرتارمية في كاراجير يتمزدي اتكيسي اولابلير. المرضى عنده مشكلة في الكولين استريز مرجين في الكولين استريز انزيم، ممكن هذا السوكسين الكولين يكون عندهم فتل او ممكن يؤدي الى وفاتهم، يعني نتيجة لانه بيزيد نسبته في الدم وبيعمل لنا مالينت هايبرتارمية. يجي عندنا اللي هو الديكا ميتونيوم سيدوكولين استيريز اليه بارشالانماز نايوس البسيدوكولين استيريز ما بيأثر عليه. كارديوفاسكولار سيستم ده اتكلماز بيبوبريكلاردان اطلق ما بيأثر على الكارديوفاسكولار سيستم. نون ديبولاريزينج بلوكر اللي هم اسيتيل كولين ريسبتور ve ulaşımı ديبولاريزي olan engeller بلوكتان önce فاسيكولاسيون görülmez. ما بيعملوا لنا فاسيكولاسيون اللي هم النون ديبولاريزينج بلوكج. الامثله عليهم اللي هو النيوستاجمين والفيزوغوستاجمين والبريفيدوستاجمين، بس النيوستاجمين والفيزوغوستاجمين هم اكثرهم او اكثرهم استخداما. من الامثله عليهم هو البانكورول بروفايد هيستامين اتشا تشكرر، ممكن يزيد عندنا الهيستامين ويعمل عندنا الرجي. تشوك از مقدار دا بلاسينتا دان جيتشار، فبالتالي يستخدم في الحوامل. فاجل بلوك يبار، ممكن يعمل عندنا بلوكج للفاجل فبالتالي بيزيد الاستيميوليشن. كامبيان بريرين دان جيتشماز ما بيعدي من الكامبيان برير. بوبريكيت مازلين دي كولونيل ماماكتدر، لا يستخدم في البوبريكيت مازلين. وجود تابيريك ماز ما لا يتراكم في الوجود وبتم اطراحه من خلال البوبريك، يعني يتم اطراحه من خلال البوبريك. Artikülen disilat, lehuva Hoffman eliminasyon, fizyolojik şartlarda vücutta spontan olarak parçalanır ve vücuttan atılır. Hada bil adal cisim, bunu mülhalo batrahu. Kardiyovasküler sistem değişiklik yapmaz. Ne bir asır anla kardiyovasküler sistem. Kafa içi basınç ve göz içi basınç etkilemez. Ne bir asır anla ala dağıt. El göz ve bir asır anla da ala dağıt. El nukha'a el şavki, dukha'a el cerebrospinal fluid. Vicuran bromaid, bir asır anla ala el bubrek. Fabitel la yustahdan fil bubrek, yetmezli. يستخدم كثير مع الانفلوران وبيزيد من النسبه تبعت الانفلوران، ولكن ما بيأثر على الكاردو فاسكولار سيستم. في عندنا دي توبي كوران ونعمل مقدار ده هيستامين اتشارت شكر، ممكن نعمل عندنا الرجي برونكوسبازم يبار، هيبوتنسيون يبار، وانتي اريتمي يبار.
في عندنا الجلابين 80% منه يطرح من خلال الببريك بوبلي فاجال بلوك يا بوجي، يعني بيعمل عندنا بلوكج للفاجال، بيعمل عندنا تاشيكارديا، بيزيد عندنا من الهيستامين اتشار، ممكن يدخل من خلال الباسنتا فبالتالي يستخدم في الحوامل. في عندكم هذا التابلو بنصحكم انكم تقروه، الديبورايزن بلوك اوزالكلار والنوبلز بلوك اوزالكلار، شو الفرق بينهم، شو هي الفروقات اللي بينهم، شو هي الامثله عليهم. يجي عندنا الناركوتيك انالجيزيك كلار اللي هم ساجي انالجيزيك اتكسي اورتيا تشيكارولار انتي بيرينيك انتي امراضو اتكسي يكتر، هو فقط بيعملوا عندنا انالجيزي، ما بيعملوا عندنا لا على تخفيف الالتهابات ولا بيعملوا عندنا على تخفيف الحراره. ثم بوينت ريسبتور لار جي بروتين، من خلال جي بروتين بيشتغلوا هم في الجسم. بنمثل عليهم الاوبويت لار والمور ريسبتور ازرندان انالجيزي والاشترولين، شو هم؟ ان هم مسكنات الام بس ما بخففوا الالتهابات. بالأمثلة على ذلك هما المورفين أو البيتيدين. نبدأ في المورفين، المورفين هو من أشهرهم. كاراجياردا بيوك قسم إن أكتيف ميتابوليزا أولان مورفين 3 جلوكونورات دونشور، مورفين 6 جلوكونورات دونشور. هو في عندنا إحنا مادة أو إنزيم في الكاراجيار اسمه المورفين 3 جلوكونورات، هذا لما نعطي احنا المريض مورفين بيعمل على اكتيفيشن له، والاكتيف حاله تبعته هي المورفين 6 جلوكونورات، فبالتالي هو بيأثر عنه على الكارجيال والميتابوليزم تبعته من خلال الكارجيال. شو الاتكيلر تبعته؟ سبينال بيس سوبر سبينال انالجيزي كيسين اكوت ağrılar da çok kronik kont ağrılar karşı etkili ayrıca ağrıya karşı mentol yanıtlar ile baskılır. Morfin alan kişilerde ağrının hastaya rahatsız edici özelliği ortadan kalkmasına rağmen ağrı duyusunu tamamen ortadan kalkmış değildir. Hasta sorulduğu ağrının yerini gösterebilir. المريض اللي بتعطيه المورفين بيقطع عنده الالم، والمريض ببطل يحس بالالم، ولكن ممكن يحس انه هاي المنطقه هي فعلا فيها الم، بس انا مش حاسس بالالم، بس انا بقدر احدد المنطقه فيها الم. ممكن يعمل عندنا ريسبيراتوري ديبريشن، فبالتالي بدنا نخاف، ممكن يعمل عندنا ادمان، فبالتالي هو لا يعطى لاي مريض بسرعه. بوس بسنتش ارتش كيليشتربيلي، ممكن يزيد عندنا من الضغط داخل الدماغ. ممكن يعمل عندنا بولانتي وكسمه. ممكن يعمل عنا مايوزس في العين ويعمل عنا ايش اللي هي العين يصير فيها تصغر زياده عن اللزوم. بوبولار مورفين انتوكساسيون بونس كومنا، اذا المورفين زاد زياده عن اللزوم بيعمل عنا بياثر على البونس في الدماغ وبيعمل عنا عن ايش توكسيسيتي، فبالتالي ممكن يعمل عنا مايدرايزس توسع في العين، وممكن يعمل عنا بين قلوب، ممكن يؤدي الى الوفاه، ممكن يؤدي الى الوفاه الدماغيه. اكثر شيء ممكن يعمل المورفين هو الهايبوثيرميا. Yüksek dozlarda vazomotor merkez inhibe eder ve histamin salgını ve perifer vazotersin hipotansiyon ve bradikardiya. Mümkün yani hipotansiyon mümkün yani lanna bradikardiya. Mümkün yani lanna constipation, mümkün yani lanna kas rigidisi ve mümkün eser lanna ala bazı hormonat. Morfin eser lanna ala bazı hormonat. Minhum el ADH ve prolaktin ve biyomo hormon ve ACTH. Ve mümkün yeftah lanna el katekilominler. Yizid min el ifraz tabahum ve mümkün yani lanna hyperglycemia. بيعمل عندنا في الاشيوت ريفلكس انهيباسيون، ممكن يؤدي عندنا لانه المريض يخف عنده السمع، وبالاضافه لذلك ممكن يعمل عندنا يخفف من البشارنه تبعت اللي هي المعده، فبالتالي ممكن يعمل عندنا جاسترايتس. بنيجي عندنا على الكوبويت اوبويت لارين كونتر انديكاسيون لار، شو هي الكونتر انديكيشنز او اللي هي الدروم لار اللي مش لازم نستخدم فيها الاوبويت؟ كفت راماسي كونفالجن الابيليبسي الكواح الكوربولماناري الهايبوفوليميا الادرينال يتمازلك الجبلك البروستات هيبرتروفيسيم ده مونار كونتر انديكاسيون. اكونت اوبويد زهير لاما، ايش اللي هي الشغلات اللي ممكن يعملوا فيها زهير لاما، شو هي التوكسيسيتي اللي ممكن تعمل عنها لها الاوبويد؟ بتعمل عنها على ارتفاع الضغط داخل الدماغ، عشان هيك لو يستخدم في القفط العملاق. ممكن يعمل عنها هايبوثيرميا، ممكن يعمل عنها نون كاردياك بولمينر اوديما، ممكن يعمل عنها ديبريشن لا اللي هي السولونوم سيستم او للتنفس. ديجدوز ده ميوزز تو برو ايني بس بوبيلار، ممكن يعمل عندنا ميوزز بصوره كتير كبيره، تلاقي المريض عينيه مسكر زي الميوزز اللي هي بين بوينت يعني. نيبيريدين و بروبو كيسيفان زهرلنمسinde ilave olarak tonik kronik nöbetler görülebilir. ممكن يعمل عندنا نوبات تونيك كرونيك نوبتلار ايبيليبسي. اوبويد يوكسوكلور سيندروم، اذا مريض كان بياخذ اوبويد وصار عنده ادمان وانت رحت نزعت عنه اللي هو الاوبويد بصير عندنا اللي هي اليوكسوكلور سيندروم. أكود دونام ده لاكريماسيون، بصير عنده زيادة في اللاكريميشن في الدموع، بيزيد عنده رانينوث رينوريا، بصير عنده زيادة في التعرق، بصير فوق عنده تريمور، بصير عنده مايدرازيس توسع في العين، كامباسنش أرت، ممكن عنده هايبرتنشن تاشيكارديا تياريا إيجاكيوليشن
كل هاي الشغلات من الكرايتيريا في الابودينام للابوتيوكسوني خاص تلجسي بيرنون في له اريكسيون بيجوز فلس. بتحس انه المريض عنده الشعر اللي على ايده او الشعر اللي هذا بيصير في عنده اريكشن فيهم. مورفين يكسر سندروم ده كي سيمتوم لار هيبر اكتيفيتي تداوي سنده كولينيت بيضها ازيان اكسس اولان لو في كي سيديت كولونر. هدول انتدوت للمورفين اللي هو الكلونيدين انا حطيتهم في الاخضر واللوكو في سيدين، هدول مهمين وهدول انتي مورفين. كرونيك دوناب ده، في الكرونيك دوناب شو بصير عند المريض؟ بصير عنده هايبوتنشن عكس الاكوت دوناب، برادكارديا هايبوثيرميا وصولهم مركزه باسكو اولوف. المريض بصير عنده تراكم في الكربون ديوكسيد وممكن يؤدي الى الوفاه. التولرانس ان هو المريض انت بتعطيه مورفين 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 بصير عنده تعود على المورفين بصير عنده ادمان عليه. تولرانس ان شبك اولوراك ايبيدورال ويجولاندا جليشر. المرضى اللي بتعطيهم في الايبيدورال انجكشن للمورفين هم اكثر مرضى ممكن يصير عندهم تولرانس. ان شبك تولرانس جليشان اتكيلر انالجيزيك سولو ديبريسيون في اوفرين ان از هيتش تولرانس جليش ميان اتكيلر الميوتونيك الكونستيبيشن الكونفالجين والاوبويدلر. ندخل عندنا على الميتيل مورفين او اللي هو الكودايين الكوديين تشوك دوزلاده ساجي انتي توسيف اتكي اولوشترور. يكسب دوزلاده استيكاراجيال مورفين دونوشرك انالجيزيك اتكيسي اولوشترور ممكن يعمل لنا انالجيزيك بالاتكي. سينتيتيك اجونستلر ايش هما الاجونستلر تبعونهم او اللي بيحفزوا المورفين الميبريدين والسوفينيل والفنتانيل والالفا فنتانيل والريف فنتانيل. برضه في عنده انتي توسيف اتكيسي يكتر اللي هو الميبريدين. انتي كولينرجيك يعني اتكيسي ميدانيلي ميوتونيك اتكيسي تشوك ازدر. مورفين فرق olarak نيجاتيف انوتروبيك özelliği vardır. بيختلف عن المورفين هو بيزيد عنا الانوتروبيك اكتيفيتي. اوتيروس كونسلتاسيون etkilemediği için doğum eylemini uzatmaz ve bu nedenle tercih edilir. Tramadol gibi IV kullanımında taşikardi yapabilir. ممكن نستخدمه في الحوامل ممكن يخفف من الالام اللي نتيجه اللي هي الولاده. الفنتانيل والالفا فنتانيل ومن فنتانيل علاجك اتس بيتشو ان يكسب اولان اوبويدلار ان جوشلو سولفين تانيديديل هم اكثر شيء من الاوبويدلار او من الانالجيزيك اللي عندهم الاتكي تبعهم عالي. اذا بدنا نعملهم درجه لان بدنا نعملهم اللي هو نحسبهم على بعض اكثر شيء انالجيزيك اتصالا هو السولفي نيتانيل بعدين بيجي عندنا ريمي فنتانيل بعدين فنتانيل واخفض شيء او اضعف شيء فيهم هو الميبريدين. Remifentanil plazma pseudokinin esteriz tarafından parçalanır için en kısa etkilidir. Bu nedenle sadece IV enfüzyon kullanılır. Remifentanil fakat münakaf fil IV. İstemi lano el pseudokinin esteriz dövmül alel parçalama tadatum. İstemi sanılıyor açmazlar ve kardiyak etkiler çok azaltırlar. Bir hafifu min el hiyya el kardiyojinik şok el mucur. Akta şey anna el analjizik etki el sufintanil, rifentanil, fentanil ve afafentanil ve morfin. بيجي عندنا بعدين اللي هم الايش؟ البروبوكسيفان. البروبوكسيفان ساذجه اللي هو المايكرو ريسبتورلرين اتكيسي بانالجيزيك اولاك اسبرين اسيتوفان الي كومبيني ادريكس ساذجه اورال اولاك كومبيني يستخدم فقط في الاورال. اي في هيتش كولانمامكتدر وبيشتغل عندنا على السي واي بي انهبيتور. اجونست انتاجونستلر ايش هم الاجونست والانتاجونست اللي هم الاوبويدلر. في بيجوا عنا اللي هم البو اللي هو البو بيرونيتين في عنا الترامادول والترا بنتادول. البو بيرونيتين برضه بيستخدم للاجونست اللي هو المايكرو ريسبتور وبالتالي بيزيد من الافكت تبعت المورفين داخل السنترال نيرفس سيستم. ضها از سولون بريسيون وضها از بامليك اولشترو بيلي ممكن يعمل عنا بامليك اكتر. ترامادول هذا من اشهر العلاجات انتوا اكيد تعرفوه والترا بنتادول serotonin reuptake blockaj yaparak analjezik etkisi oluşturur. Bunlardan parsiyel agonisttir. Gönülüm parsiyel agonist. Narkotik antagonistler, narkotik analjezik zehirlenmesinde kullanılır. İzle sarfı anda narkozis zehirlenme ve hamistikten agonistler. Bişlovlu ve helal MU reseptörlerine yüksek afinitiler ve reseptör dümsüzüm elektrizitli bunlar birisidir. Bağımlılık yapmazlar, mebramlı bağımlılık ve etkinler tolerans gelişmez. أو أكثر مثال على ذلك هو النالوكسان. النالوكسان بيستخدم من خلال اللي هو تم أنتاجونست للمورفين أو للأوبويدلر. ومن الأمثلة على ذلك هو النالتروكسون. بري سيستماتيك إليميناسيون شوك أويارديه için أورال يولا كولونولماز لا يستخدم في الأورال. شوك إسكيميا بال أوموليليك ve beyin zedelenme yapar. نالوكسان ve نالتروكسان GNRH ve prolactin salınımını artırır. ممكن يزيد عندنا البرولاكتونيميا ممكن يزيد عندنا من اللي هي الأكروميجالي. أنا بزيد من الجروث هرمونز.
الناتروكسان çok uzun etkili من الناروكسان، ويستخدم ممكن من خلال الأورال، يستخدم في علاج الألكوهوليزم، الناس اللي عندهم إدمان على الألكوهول. الناروكسان والناتروكسان يعني دوان أوبويدلاره bağlı sorun depresyona tedavisi kullanılabilir. ممكن يستخدم في اليني دوانلاردا من أجل اللي هو يعمل باسك للأكتيفيتي تبعت الأوبويدلار. لوكال أنستيزي هي لوكال أنستيزيكلار. اللوكال أنستيزي لوكال أنستيزيكلار أنتم بتعرفوهم كلهم، اللي هم يستخدموا من خلال اللي هو الإبر اللي بنحطه على السبكوتانيس أو من خلال الجلد. بيشتغلوا من خلال الممبران ان اي bağlı karşı klimatoloji blokaj oluşturur ve membran stabilizasyon gerçekleştirir. Dolayısıyla dış ortamda sodyum konsantrasyonu artırılmasının etkisini azalma ortaya çıkar. Min khilal blokajla sodyum channels. Eksasürler kalsiyum düzeyinde yükselmesini lokal anestezik antagonize eder. Potasyum düzeyinde yükselmesini ise lokal anestezik etkisi artış oluşturur. Bizi domen el konsantrasyon tabi kalsiyum. O bittali bizi domen el huva el potasyum kemen. Lokal anestezikler çoğunlukla alasit glikoprotein bağlanır. Özellikle amid yapan olanlar. Glikoprotein. Lokal anesteziklerin sinir liflerine etkilir. Kef efekt tabaktum ala sinirler. Lahsut. Eş aktar şey bi khas bi kun el etki tabaktum ali ala ve şu el sinir tipler bi kun akhaf alihum. Aktar si illi humme el naked el si av el nerve roots. أكثر شيء اللي هم السي، أكثر شيء هم بتأثروا في اللوكال أنستيزيا. بعدين بيجي عندنا البي، بعدين بيجي عندنا الواي بالتساوي مع الألفا موتور نيورونز. ألفا موتور نيورونز هم أقل شيء ممكن يتأثروا في اللوكال أنستيزيا. عشان هيك المريض وأنت بتعمل له عمل جراحي أو بتعمل له شغلة في إيديه أو كذا وهو ماخذ لوكال أنستيزيا بحس في الدخون تبعتك بس ما بحس في الوجع. لوكال أنستيزيكلارلي دويلان كايبولما سراسي آري. أول شيء بيروح الآر الوجع، استجاكلك الدوكولما بروبيوسبشن والموتور، موتور آخر شيء، ما بيعملوا لنا باراليزيز، ممكن المريض يتحرك وماخذ دوكل أنستيزيا. في لندن في عندنا اللي هم ايش بيتقسموا لجروبس، في عندنا الإستر اللي هم بيتم الميتابوليزم تبعته من خلال البسيدو كولون استيناز. بعدين بيجي عندنا الأميد ولانر بيكون الميتابوليزم تبعته من خلال كاراجيار. لو كان أنستيزيكلار سيمين ممبرانس ستابيليز إيدر depolarizasyon olmasını engellerler. Bir hafif minimal depolarization dahil olan sinir sistem. Elektrik oyalmana eşlik yüksek aktivasyon potansiyel oluşum yavaş ve durur. Lokal anestezikler sinir hücre ve liflerin istirahatta ve eşlik potansiyeli değiştirmez. Ma bir hafif minimal istirahat ama min khilal aktif tabahtı sinir sistemler. Lokal bölgesel anestezikler. Fiyonel çeşitli blokajlar ve periferik blokajlar. الشيشيتل بلوكاجلار هم يستخدموا من خلال يوزيال انستيزيكلار او من خلال انفلتريشن او من خلال بلوكاج للمنطقه او من خلال ريجونال انترافينوس انستيزيك. البريفيريك بلوكاجلار اللي هم بيعملوا بلوكاج عندنا للسينير للجانجليون للبيكسوس. وفي عندنا السنترال نورو اكسيال بلوكاجلار بيستخدموا زي التخدير الموضوع زي الابيدورال انستيزيا والسباينال انستيزيا. لوكال انستيزيا ده اهم نقطه، اهم شيء في اللوكال انستيزيا انه لازم انت المينيمم بدك تعطيه في المنطقه اللي بدك اياها ويكون تركيزه في ما يزيد عن 1 سنتيمتر او ما وممكن هو ياثر على المنطقه اللي حواليه. وطالما بي اتش بي سنتيمتر اورانتولي اكسودي في بوي موجود بي اتش 5 6 اولوك ولوكال انستيزي اتكناز. البي اتش اللي بتكون حامضيه تبعته زياده عن اللزوم ما بياثر فيها اللوكال انستيزي. فما تعطي للمريض لوكال انستيزي لازم تخبط عنده على المنطقه بحيث انه يصير له ديفيوجن. Lokal anestezi ile sıraya ağrı, ısı, dokunma, propriosepsin, doku ve iskelet kası tonusu kaybını meydana getirir. Zemahla hakiyana mekhilat esirum ala el nervous system. Vazokonstriksiyon pek yapmazlar. Ve lakin izel marda hundum kokain dışında lokal anestezikler doğal etkilidir. Ben anla ala etkili tebatum. İlk karıştırdığı yerde akciğerdir. Lokal anestezik absorbe olunca, lezzar hundum absorbeşin, avul mantıka betasırı fiyha hiyel akciğerler. بعدين قسم كتير كبير منهم بروح على الكاراجير بيأثروا على النورون ميمبران لار من خلال هم بيعملوا بلوكيج للصوديوم شانل زي ما احنا حكينا. لوكال انستيزيك اتكيني وزاطرمسي وارترمسي. شو هي الشغلات ممكن تزيد من الاكتيفيتي او تزيد من اللي هي الارترما تبعت الانستيزيك لار؟ طبعا من خلال هم عندنا التوبيكال وفي عندنا الكورنيا انستيزيك لار. المواد منهم هو البنزوديازيبين، لايدوكاين، كوكاين، والديكلوكاين، والتتراكاين. وفي عندنا البروبو باراكاين، واللايدوكاين، والتتراكاين. ايش الانجكسيون يلا اللي كنا نلعبها؟ شو الشغلات اللي بنستخدمها في الانجكسيون؟
بروكاين بريلوكاين والبوبيكاين. شو شغلهم بنستخدمهم في الابيدورال او سبين انستيزيا؟ البروكاين والتتراكاين واللايدوكاين. لاحظوا اللايدوكاين كثير مستخدم ومستخدم في كل اليولار، ولكن القصه تبعته اتكي الوزن اتكي اليولار تتراكاين. التتراكاين وهذا يستخدم في الابيدورال انستيزيا. انترافينوس نادر ما يستخدم انترافينوس، ولكن اللايدوكاين والايدودوكاين من المستخدمين فيهم. استر يابولولالا، شو هما اللي فيهم استر؟ زي الكوكايين، كوكايين الكل بيعرفه. فازو كونستركسيون والاشتران تكلوكال انستيزيك، هو الوحيد اللي بيعمل عندنا فازو كونستركشن، فبالتالي ممكن يرفع عنا الضغط، ممكن يعمل عندنا ادرينالين مازلي، ممكن يعمل عندنا مشاكل في اللي هو الهايبر هايبريكسيتي في الجسم، وممكن يعمل عندنا ميسوموجلوبينيميا، ولكن هو الوحيد اللي بيستخدم من ناحيه اللي هي توبيكال. بيستخدم كثير في عمليات اللي هم الكولاك برومبواز، بيستخدموه كثير ممكن في التخدير الودي كمان. تشوك دوز لا دافاجوس مركز سين الويرس اللي براديكاديا بيكسب دوز لا تشيكاردي. تشوك دوز بيعمل عندنا براديكاديا، اليكسب دوز بيعمل عندنا تشيكاردي. في عندنا البروكاين، بروكاين اتكسي بيوتشنو انزايف من اكثر اللوكال انستيزيك لار الزايف لار. القصه تبعته الاتكي اللي تبعته تشوك قصه انسك الرجيك رياكسيون لار ديول اتشان، ممكن يعمل عندنا شو اسمه الرجي، فبالتالي ساجي انفلتراسيون انستيزي كولونيلر vücutta babaya çevirdiği için sulfinamid tedavisi olan kişilerde uygulanılmamaktadır. الناس بيستخدموا السولفانيمايد او بيستخدموا البابايا اللي هو الناس عندهم دايابيتس لا يفضل استخدامه عندهم. القصه الاتكي تبعته قصه. بيجي عندنا كلورو بروكاين، كلورو بروكاين زي ما حكينا يستخدم في الابيدورال انستيزيا، لا يستخدم في حاله توبيكال. كالجينوران حصل ولشتورابيلجي يتشيل إبيدورال دي إنتراكرانيال أوغامي ونار الماس، لا يفضل استخدامه كثير مع أنه كان يستخدم في زمانات. بيعطي الإتكيب كثير بسرعة وبيخرج بسرعة. بيجي عندنا البنزوكاين، صاجي بيستخدم في الشغلات اليوديال لتعقيم الجروح أو الشغلات الدكش للجروح، وممكن يعمل عندنا ميثومو جلوبينيميا. في عندنا التيتاكاكاين والأوكسي بوبوبراكين والهيليكسوكاليكين والبيروكاكاين، هدول من الأمثلة عليهم. بيجي عندنا بعدين الاميد يابولو اولانر، هدول الميتابوليزم تبعتهم بتكون من خلال الكاراجيار، فبالتالي المرضى عندهم مرض عندهم مشكله في الكاراجيار او عندهم مشاكل في الكاراجيار لا يستخدم، لا يفضل استخدامهم فيهم. يستخدم ممكن في الاطفال وبيبيكلاردي بو بروتين از اولدو اتشين ليالار دها دويارلو لكتر، الاطفال ممكن يكونوا بيتاثروا اكثر في هذا الانستيزيك مادلر. بالامثله عليهم اللايدوكاين هو من اكثرهم استخداما، يستخدم في كل الشغلات التوبيكال. الاتكيسي تبعته تشوك تشابوك اي في اولارك تشوك از كولر، ما يستخدم كثير في الاي في، ولكن ممكن يعمل عندنا ادرينال لايزيزز. كراجات ده يكبر زي ما احنا حكينا، ومن الاركان بولجولار تبعته اذا عمل توكسيسيتي في السنترال نيرفس سيستم ممكن يعمل عندنا نستاجموس. بيتم الاطراح او خروج من الجسم من خلال بوبريك. ساركوبلازم ريتيكولوم كالسيوم سالونوم هزلاندردان مالين هايبرترميا حساس كشيلاد كولون المقدر، يستخدم في الناس اللي عندهم مالين هايبرترميا او الناس اللي عندهم مشاكل في العضلات. ابرينو كاين وجود اولشتران توليدين ميتابوليزم ميتوموجلوبين اولشتران، ممكن يعمل لنا ميتوموجلوبينيميا، لاحظوا كلهم بيعمل لنا ميتوموجلوبينيميا. وفي الامراض اللي هم الجاسو انتستينال، الامراض اللي هم الجاينكولوجي اللي هي امراض النساء والولاده والمرضى اللي عندهم قواه والسيانوزيز لا يستخدم عندهم كونتر انديكيشن. بيعمل عندنا انهبيشن للبلازما بسيدوكولين استريس، ممكن استخدامه من خلال الاي في ويستخدم بالاضافه لللايدوكاين. بيجي عندنا الميبي فاكاين، يستخدم كثير في الاطفال ولكن لا يفضل استخدامه لانه بيعمل توكسيسيتي في اليونيدوانر، فبالتالي لا يستخدم في شغلات الحمل. بيجي عندنا البوبي فاكاين، يستخدم كثير 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 في الابيدورال انستيزيا وان جوتشلو ان اوزون اتكيلو اولان. البوبا في كاين هذا ممكن يجي عليه سؤال، بو بي في كاين هو اكثرهم استخدام ويستخدم في الابيدورال انستيزيا، ممكن يعمل عندنا تاثير على الموتور سينير الي تمار، وممكن يعمل عندنا باراليزس في الجسم لانه بخفف من قوه العضلات ومن قوه الموتور نيرونال. يجي عندنا اخر شيء هو الايتي دوكساين، الايتي دوكساين هو لايبوفيليك، فبالتالي بيعمل عندنا بلوكج كتير كبير للموتور نيرونال، وممكن يستخدم كمان من ناحيه توبيكال وممكن يستخدم للفاسيت بلوكاج. بيجي عندنا الروبي فوكاين والديبو فوكاين، هذول الاثنين اوزون اتكيلي لوكال انستيزيكلر دو سال سينير ليفلرين موتور سينير ليفلرين اورالا دها سيشيليدر
أكثر بيأثر على الحس أكثر من الحركة الموتور. سبينال فيريجينال أنستيزي كلاد كولونولابيلير اللي هو الروبي بويكاين، في عندنا الديبو كاين جرافيس ماتريكيت كيسيديتشو يوردانو كانستيزيكتان انجلش لودو، هذا اكثر واحد بيشلو فيهم كلهم، ويستخدم فقط في اليوزيال انستيزيكتان. هذا الطابلو في قلبه ترخيص للاستر والاتكي تبعتهم، بروكاين كوكاين والتتراكاين، هذا اذن اورتاتشوك، وشوفوا شو الشغلات اللي بتاثر عليهم، تاثيره على السنترال نيرفس سيستم، وشو هو ممكن يستخدم في الهينودوان، شو هو ممكن ما يستخدم في الهينودوان. ولكن في عندنا الروبيو فاكاين، هذا مستخدم كثير في الابيدورال انستيزيا وجدا مهم لانه احنا نعرف عنه هاي المعلومات. لوكال انستيزي كلارين يان اتكيلار، شو اليان اتكيلار تبعتهم؟ في عندنا السيستميك يان اتكيلار، ممكن يعملوا عندنا كونفلجن بلينش كايبي، ممكن يعملوا عندنا ابيليبسي كاردو فاسكولار كولابس، ممكن يعملوا عندنا كارديك ارست، يعني تقريبا بيعملوا كل الشغلات اللي بتعملها الانستيزي كلار الثانيه. ممكن يعملوا عندنا هايبوتنشن بالاخص في السباينال انستيزيا، ممكن يعملوا عندنا كاردياك اريتميا وكاردياك ارست. من اكثر الشغلات اللي بعملها هو البوبو فيكاين، ممكن يعمل عندنا توكسيسيتي في السنترال نيرفس سيستم زي اللايدوكاين، وممكن يجي عندنا يرفع عندنا من درجه حراره الجسم، وبالاضافه انه ممكن يعملوا عندنا كمان الرجي. وما ننسى انه الرجي ده فروم الاولان استرين لريمباشلر الى اولوشن في البابا اسيتلر، بيعملوا عنه ايش الرجي له. سنترال نورو اكسيال بلوكلر سبينال انستيزيكلر، هي تستخدم للتخدير اللي في داخل النخاع الشوكي، بتتم من خلال سوبر اركنويد او الانتراتيكال بلوك، اذا لو بنحط من خلال انتراتيكال بلوكاج. اول شيء بيأثروا عنه على الاوتونوم سيلولار، ممكن يأثروا عنه على السيمباتيك والباراسيمباتيك نيرفس سيستم، بيخففوا عنه الالم وبخففوا عنه، بيعملوا ريلاكسيشن لكل شيء في موجود الجسم. اسبانا انستيزيكلار انديكاسيونال، شو الانديكاسيونال تبعهم؟ زي اللي هم اللي هسه احنا نعمل تخدير نصفي لجسم الانسان اللي هو الت اكستريمتي او للالت ابدومين، اللي هي العمليات الجراحيه في الاقدام او العمليات الجراحيه في منطقه البطن او السيزيريان، او احيانا ممكن تستخدموا كمان في الحمل او الولاده، سوري في عمليات الولاده. شو الكونتر انديكيشن تبعهم؟ الهايبوفوليميا، الديهايدريشن، الهايبوتنشن، السبتيسيميا، وبالاضافه اذا كان الجرش تبعهم المنطقه اللي ندخل فيهم فيها انفكشن او فيها التهاب، او اذا المريض في عنده بليدنج، او اذا المريض في عنده كانامادياتيز، او في عنده مثلا تخثر في الدم، هاي كلها من الكونتر انديكيشنز تبعونهم. اللي عم نتكلم تبعونهم ممكن يعملوا باش ارس، صرت ارس، بل ارس، ممكن يعملوا وجع في الراس، في الرقبه، في الظهر، وبالاضافه كمان هم ممكن يعملوا عندنا ايش ابدومينال ديستنشن، بيعملوا عندنا تضخم في اللي هي الابدومين، وممكن يعملوا عندنا مشكله في اخراج البول. سبينال انستيزيك كومبليكاسيون، او اكثر كومبليكيشن اكثر شيء عندهم هو الهايبوتنشن. اذا كان التخدير في بين منطقه التراك التي 1 والتي 4 فممكن يعملوا لنا بريديكارديا، وممكن يعملوا لنا كورونر في الفيزيون بوزوكلو، ممكن يعملوا بوزوكلو في الكورونر شو اسمه سيستمي. التدا في اي في سيفلر ديفاس كونستركسيون ترندنبرغ بوزيشن، نعطي للمريض ترندنبرغ بوزيشن عشان يزيد الضغط عنده، وممكن نعطيهم من خلال اللي هو الفازو كونستركشنز. بنايم المريض على ظهره او على جنبه، وبالاضافه لذلك انه احنا ممكن نعطي له ايش اللي هي محفزات للسفنكترز او انتي نعطيهم الانتي دوس تبعهم. ممكن يعملوا لنا التهابات، ممكن يعملوا لنا كمان مشكله في بعض الاعصاب، فبالتالي بنعطيهم انتي بايوتيك لهدول المرضى. الابيدورال انستيزيا زي ما احنا حكينا بتاثر عنا على السيمتوماتيك والديو، ممكن تاثر عنا كمان على الموتور سيستم وتعمل له بلوكاج كامل. تستخدم اكثر في حالات اللي هي الحمل والولاده، واللي هي العمليات اللي من تحت المنطقه اللي هي اسفل البطن. الانديكاسيون تبعهم زي حكينا الجراحي ديليشنلار والشغلات الاوبستريكتيك اللي هي شغلات النساء والولاده. ابيدورال انستيزي كونتر انديكاسيون، نفس الكونتر انديكيشنز اللي قبلها، اذا المريض في عنده التهاب، اذا المريض في عنده لوكال انفكشن، اذا في عنده سيبتيك شوك، اذا في عنده انتيكولينرجيك تدابي، اذا في عنده كمان كارديو فاسكولار سيستم هاستر كلير، اذا في عنده هايبرتنشن او هايبوتنشن، هاي كلها من الايش الكونتر انديكيشنز الابيدورال تدابي. احيانا ابيدورال انستيزي كومبليكاسيون، شو هي الكومبليكاسيون؟ اكثر كومبليكيشن ممكن يصيبنا هو الباش ارلار، اللي هو من خلال نقص البوس اكتيفيتي، ممكن يعمل عندنا كمان كثير هايبوتنشن، اكثر شيء بيزيد عندنا بيشوفه، اكثر شيء بيكون شديد على المرضى. وممكن احيانا في حالات اخرى من خلال الريكتوم ممكن نعطي احنا لوكال انستيزيكلار، اللي هي من خلال الكاودل البلوكيج، وهي عمليات اللي هي اكثر علاقه في السبكتر، عمليات اليورولوجي وعمليات اللي هي الجنال جراحي. وهذا ملخص سريع
وبتمنى انكم تقرؤوا النوت، واتمنى ان يكون في فائده لكم. تعرفوا شو هي انواع اللوكال انستيزيكلار والجنرال انستيزيكلار، وشو هي مراحل الانستيزيا، وشو هي الفاكتورز اللي بتاثر على الانستيزيا، وشو هي الفاكتورز والانتيدوت الموجوده. فبتمنى لكم التوفيق، وتحياتي للجميع، وعلى بركه الله.